بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا الدارسين بنظام تعليم عن بعد. مرحبا بكم في محاضرة لمقرر عن نفس خواص. هذا آخر لقاء بإذن الله، وهو اللقاء الرابع. تكلمنا في الحصص الماضية أو اللقاءات الماضية، أصلاً المقرر يتكون من 3 أبواب للمراجعة خفيفة بسيطة فقط على العناوين. مدخل إلى دراسة الإعاقة، تكلمنا فيه على مفهوم الإعاقة في بداية اللقاء، أول لقاء. اللقاء تأثير الإعاقة على الفرد والمراحل، المراحل اللي تمر بها الإعاقة، كذلك التوافق مع هذه الإعاقة. هذا في اللقاء الأول. أما اللقاء الثاني تكلمنا عن اللقاء الإعاقة الحركية والإعاقة السمعية. واللقاء الثالث تكلمنا عن الإعاقة البصرية والإعاقة العقلية. أما اليوم بإذن الله سنتكلم أو الباب الثالث الذي هو يسمى استراتيجية تربية خاصة للأطفال المعاقين. هذا الباب الثالث. أما في فصلين، في فصل السابع والثامن. إن شاء الله راح نطرقوا الفصلين اللي هي أنا كما استراتيجية التربية الخاصة للأطفال المعاقين. ما هي هذه الاستراتيجيات؟ ونتعرف كذلك ما معنى كلمة التربية الخاصة، مفهوميها، التعريف بتاعها، أهدافها، المراحل التي مرت بها، كلها إن شاء الله راح نطرقوا هذا النقاط بإذن الله. إن شاء الله في آخر الحصة أو في آخر هذا اللقاء الطالب سيكون قادر على أن يشرح مفهوم التربية الخاصة، أسس ومبادئ التربية الخاصة، كذلك يتعرف الطالب على أهداف التربية الخاصة وعلى خصائص مناهج التربية الخاصة، وفي الأخير قادر على أن يشرح تطبيقات التربية الخاصة بين العزل والدمج للأطفال المعاقين. الفصل السابع أول ما نتطرق له هو بإذن الله فصل مفهوم التربية الخاصة. الفصل السابع هو أسس ومبادئ التربية الخاصة. مفهوم التربية الخاصة، كذلك تعريف مفهوم التربية الخاصة، نوعية التلاميذ المتلقين لخدمة التربية الخاصة، من هم هؤلاء التلاميذ الذين تقدم لهم هذه التربية، كذلك أهدافها، أهم أشكال تقديم التربية الخاصة، أهم متطلبات التربية الخاصة. كذلك تابعة لنفس النقاط لأسس ومبادئ التربية الخاصة اللي هي خصائص مناهج التربية الخاصة. قبل قلنا خصائص التربية الخاصة بحد ذاتها، والآن مناهج، ما هي خصائص المناهج التي تقدم للتلاميذ التربية الخاصة، وما هي استخدام أسلوب فريق المتخصصين، ما دورهم في التربية الخاصة وتنفيذ برامج التربية الخاصة، ما هي الجوانب المتكاملة للتربية الخاصة، وكذلك نتطرق لأهم التطورات الحديثة في مجال التربية الخاصة. وفي آخر هذا الفصل نتطرق بإذن الله إلى الفرق بين التربية الخاصة والتربية والتعليم العام. قبل أن نتطرق لاحظوا معنا هذا الفيديو، على الأقل ندوا نظرة شاملة ما معنى التربية الخاصة، وبعدين ندخل في هذه التفاصيل أو النقاط اللي تكلمنا عليها. الأفراد المختلفين نعيش في مجتمع واحد، لابد أن نؤمن جميعا بأهمية التربية الخاصة في تعزيز مبادئ تقبل الاختلاف، نبذ العنصرية، والمساهمة في تصحيح المفاهيم المغلوطة ذات العلاقة. التربية الخاصة هي مجموعة من البرامج والأنشطة التربوية المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة للأشخاص ذوي الإعاقة والموهوبين، وذلك بهدف مساعدتهم على تطوير قدراتهم إلى أقصى حد ممكن لتحقيق ذواتهم على مستوى المدرسة والمجتمع. ولكن ما هي الفئات المستفيدة من برامج التربية الخاصة؟ أولاً الأفراد ذوي الإعاقة، وتنقسم إلى 11 فئة. أولاً الإعاقة السمعية، ثانياً الإعاقة البصرية، ثالثاً اضطرابات طيف التوحد،
رابعا الإعاقة الفكرية. خامسا تعدد العوق. سادسا صعوبات التعلم. سابعا الاضطرابات السلوكية والانفعالية. ثامنا الإعاقة الجسمية والصحية. تاسعا اضطرابات اللغة والكلام. عاشرا فرط الحركة وتشتت الانتباه. وأخيرا الصم والمكفوفين. ثانيا الأفراد المرغوبين والمتفوقين. يعتبر مجلس الأطفال الاستثنائيين والمنظمة العالمية للأطفال أن فئة الموهوبين والمتفوقين ضمن الفئات التي تستدعي تقديم برامج خاصة تلبي احتياجاتهم الفردية. ثالثا الأفراد الموهوبين أو المتفوقين من ذوي الإعاقة هم الأفراد الذين ثبت أن لديهم إعاقة إلى جانب امتلاكهم موهبة ما أو نبوغهم في مجال معين أو أكثر. لنصحح معا بعض المعلومات المغلوطة حول التربية الخاصة. جميع الأفراد من ذوي الإعاقة غير قابلين للتعليم أو التدريب. معلومة مغلوطة. التصحيح لا يمكن التعميم. القابلية للتعليم والتدريب تعتمد على نتائج التشخيص المتعلقة بنوع ودرجة وشدة الإعاقة والحاجة لخدمات التربية الخاصة. الشفقة والتعاطف أمران ضروريان عند التعامل مع الأفراد ذوي الإعاقة. معلومة مغلوطة. التصحيح الأفراد ذوي الإعاقة ليسوا بحاجة إلى الشفقة والتعاطف، وإنما هم بحاجة إلى الاحترام والتمكين. يميل الموهوبون والمتفوقون جميعا للعزلة الاجتماعية. معلومة مغلوطة. التصحيح تتفاوت المهارات الاجتماعية بين هؤلاء الأفراد، وتتمتع شريحة منهم بمهارات اجتماعية عالية. جميع فئات التربية الخاصة يتلقون تعليمهم فقط في مراكز خاصة معزولة عن التعليم العام. معلومة مغلوطة. التصحيح فئات التربية الخاصة لهم الحق بالالتحاق في فصول التعليم العام مع أقرانهم بشرط مراعاة درجة الإعاقة بالإضافة إلى توفر التعديلات المناسبة. بناء على ما سبق، ما هي حقوق الأفراد من ذوي فئات التربية الخاصة؟ وفقا لتعاليم ديننا الحنيف واستنادا إلى العديد من المواثيق الدولية الصادرة من هيئة الأمم المتحدة والأنظمة المحلية الصادرة عن وزارة التعليم، تتكفل حكومتنا الرشيدة بحقوق جميع فئات التربية الخاصة من خلال الآتي: السعي لتقديم الفرص المتكافئة للتعليم والعمل والتطوير والدعم، إظهار الاحترام وعدم التمييز، تعزيز فرص التفاعل والتمكين الاجتماعي، احترام القدرات وتلبية الاحتياجات، تسهيل الوصول الشامل من خلال إزالة العوائق. من خلال هذا الفيديو لقد أخذنا نظرة شاملة على التربية الخاصة، ما هي دورها، ما هي مهمتها بالنسبة لذوي الاحتياج الخاصة، من هم الفئات التي يندرجون تحت رعاية التربية الخاصة. ماذا كان من بعد إن شاء الله راح نتطرق أكثر لهذه الفئات. أولا كذلك ذكرت في الفيديو أن بعض المفاهيم الخاطئة حول التربية الخاصة وأورد التصحيح. أولا راح نتطرق ما المفهوم التربية الخاصة. أولا مرت التربية الخاصة بأربعة مراحل من القديم إلى يومنا هذا، فهي مرت بأربع مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الرفض والعزل، وهذه تقريبا من سقراط وقبل في العهد اليوناني. وهذه المرحلة كانت تتميز بالوحشية، أنهم كانوا يرفضوا المعاقين، ينظرون إليهم على أساس أنهم أشباح، ينظرون إليهم أنهم على أصلا أنهم ليسوا ناس. عندما طفل أي أسرة يولد عندها مولود معاق فإنهم يطيروا به أو ينظروا لأنه نظرة شيطانية، فبهذا يتصرفون معه تصرفات وحشية.
منهم قبل في العهد اليوناني كانوا يرموهم في الصحراء، كانوا يرموهم للكلاب للأسود يأكلهم، لأنه ينظرون له أنه ليس إنسان. وكذلك في اليونان ماذا كانت تفعل الأسرة عندما يولد عندها مولود؟ يذهبون إلى رجل الدين ويعرضوا عليه الطفل، إذا رأى رجل الدين أن هذا الطفل سليم فهو يرجع الأم ويرجع العائلة تاعه، أما إذا رآه غير ذلك فإنهم يرموه في الصحراء أو في أي مكان، المهم يتخلصون منه. بعدها جاءت المرحلة التي تليها، هذه رانا هذا نتكلم على غير الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام أعطى حقوق لكل إنسان ربي كرمه سبحانه، هذا نتكلم عن غير المسلمين. جاءت من بعدها مرحلة الرعاية المؤسسية، كاللي كانت في نفوسهم الرحمة بدأوا ينظرون أن هذا الناس أو هذا الأفراد المعاقين أنهم فيهم الروح، كيف أنهم يتعاملون معهم بهذه الطريقة. قرروا بلي أنهم يتخذون لهم مؤسسات أو مراكز أو قاعات، أو المهم يجمعوا هذا الأفراد المعاقين في هذا المكان، لهذا سميت بالرعاية المؤسسية، ويقوموا عليهم ناس أصحاء بالرعاية تاعهم، مأكلهم مشربهم ملبسهم كل الرعاية يقوموا بها أفراد عاديين، وهذه تتميز بالوسطية، المهم عزلوهم عن المجتمع. كذلك هنايا عندما جاءت الرحمة في هذا الناس قالوا كيف أن الأولياء أصلا رفضوا هذا الفئة، قالوا كيف أننا احنا نقعدوا نتعذبوا مع هذا الطفل، أننا نقعد في الرعاية تاعه، أنني أحرم من قصد أن الأم، أنني أحرم من الحياة، أنني بالنسبة لها عائق. فقرروا يديروا هذه المؤسسات، الرعاية المؤسسية اللي هي تتميز بالوسطية، على الأقل أنهم فيها نوع من الرحمة، لم جمعهم مع بعض ويأكلوا ويشربوا ويرقدوا حتى يموتوا، المهم لا كما نقولوا لا يندمجوا في المجتمع ولا في أسرة ولا يبقوا لحالهم. الناس الذين يقومون بخدمتهم بعد فترة من الزمن لاحظوا أن هؤلاء الناس أو هؤلاء الأفراد المعاقين أنهم عندهم القدرة أنهم يتواصلوا مع بعض، لأن الصم والأعمى ثم كما نقولوا أنشأوا لغة يتواصلون من خلالها، إذا أراد أحد أن يشرب أو يأكل أو ينام أو هو مريض أو لاحظوا أن كان لغة بيناتهم. هذوك الناس المقيمين على هذه المؤسسات ذهبوا للعلماء ولأهل الاختصاص وذكروا لهم بأن هؤلاء الناس يفكرون، أن الناس هذه الأفراد المعاقين الذين هم في مؤسسة الرعاية فإنهم ناس أفراد تفكر، والدليل على ذلك أنهم أنشأوا لغة يتواصلون من خلالها. فكر هؤلاء العلماء، بدأوا يدرسون في حالتهم، جاءت مباشرة بعد هذه الرعاية المؤسسية جاءت مرحلة التدريب والتأهيل. نعم، تركوهم في المؤسسات ولكن بدأ تأهيلهم تدريبهم على الكلام، على أنه يكون مستقل ذاتيا، أنه كيف يخدم نفسه، بدأوا يأهلوا فيهم. كذلك بدأ التأهيل للتعليم. ومن بعدها ظهرت مدارس خاصة، ولكن قاد دائما في هذه المراكز. تقريبا هذه مرحلة الدمج راها ظهرت في السبعينات. رانا قلنا في البداية في اللقاء الأول قلنا بأن أول من أقام هذه المؤسسات هي فرنسا 1910، هي في البداية قامت بها للمعاقين المكفوفين وللصم، ومن بعدها تكفلت كذلك بذوي الإعاقات العقلية، وبقت مدة وهي فقط في داخل المؤسسات ولكن تحت الرعاية والتدريب والتأهيل. وبعدها الحروب العالمية الثانية وانتشرت مراكز عبر العالم، وبعد ظهرت قوانين
لهذه الفئات. وبعدها في آخر السبعينات ظهرت مرحلة الدمج، اللي هي دمج المعاقين مع العاديين. من هنا نتطرق نركب تفصيل في مراحل الدمج وكيف هي الدمج، ما هي خصائصها. يشير مصطلح التربية الخاصة إلى تلك، درك هنا رانا قبل الدمج نتكلم على التربية الخاصة. يشير مصطلح التربية الخاصة إلى تلك المظاهر المتميزة التي تتسم بها العملية التعليمية. هنا خاصة، لماذا سميت التربية؟ لأن يعني كنا نقول التربية والتعليم العام هي كذلك جزء من التربية والتعليم، ولكن تربية وتعليم خاص بفئة معينة، إنما ليس فقط المعاقين. للأطفال المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، هنا زدنا معاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، والتي يقتصر استخدامها عليهم فقط دون غيرهم، من الغالبية العظمى من الأطفال العاديين. التربية الخاصة هي فقط خاصة بذوي الإعاقات وذوي الاحتياجات الخاصة. ما معنى ذوي الإعاقات؟ تكلمنا عليها بين الإعاقة، لأن تكلمنا عليها في لقاء سابق. أما ذوي الاحتياجات الخاصة فهم الموهوبين والمتفوقين، كذلك هؤلاء الأفراد يحتاجون إلى تربية خاصة. ما معنى ذلك؟ أن التعليم العام يتعامل مع الأفراد العاديين أو الأطفال العاديين، لأن برنامج مقنن، منهج مقنن، مكيف، أساتذة ولكن المعاقين اللي قلنا من خلال هذا الرسم البياني، ما تطرقنا المرة الماضية قلنا باللي أن التربية الخاصة تهتم بهذه الفئة، من الفئة من درجة على مقياس الذكاء من 85 إلى أقل من 55، وكذلك تهتم بالفئة من درجة ذكائهم من 115 فما فوق. لماذا؟ لماذا؟ لأن حتى هذه الفئة تحتاج إلى تربية خاصة. لماذا؟ لأن الموهوب أو اللي درجة ذكائه عالية لا يستطيع أن يواصل دروسه مع الطلبة التلاميذ أو الأطفال العاديين. لماذا؟ لأن الطفل العادي يحتاج التكرار، يحتاج عدة أساليب وطرق حتى يوصل للمعلم المفهوم للطفل. أما الطفل الموهوب أو العبقري أو الذكي أو المتفوق فإنه بسرعة يكون عنده الفهم ويفهم الفكرة. لماذا رانا نوجد في المدارس يقول لك مشاغبين؟ أو لأنه فهم، ما كما يقولوا ولده فراغ، كما يقول يقضي في الشغف. لهذا التربية الخاصة اهتمت بهذه الفئة، وكذلك وضعت لهم برامجهم الخاصة ومدارسهم الخاصة، وممكن أنهم يلقوا برامج أكبر من السن بتاعهم، كما شرحنا في المرة الماضية كيف أننا نحسب درجة الذكاء هنا تعريف مفهوم التربية الخاصة. هي مصطلح التربية الخاصة هي مجموعة خدمات. ما معنى التربية الخاصة؟ هي مجموعة من الخدمات المنظمة والهادفة، هي منظمة وهادفة، التي تقدم إلى غير العادي. هذه الخدمات نديروا عليها خط، الخدمات تقدم لغير العادي، لغير الطفل العادي أو الفرد العادي، وذلك بغرض توفير الظروف المناسبة له، تساعده وتوفر له ظروف مناسبة، سواء اللي قلنا أقل الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة المتفوقين والموهوبين، التي تستخدم في العملية التعليمية. نعم، قلنا تربية خاصة في العملية التعليمية مع الأطفال المعاقين أو الموهوبين، والتي لا تستخدم عادة مع الغالبية العظمى من الأطفال العاديين. هنا راها خدمات، وفي هذه الخدمات كاين أساليب وإجراءات خاصة تستخدم في التربية الخاصة مع هذه الفئة. ما هي هذه الخدمات؟ هناك خدمات تربوية، برامج تربوية بالنسبة للتربية الخاصة تكون فردية لكل فرد، لكل فرد معاق في هذه الفئة عنده برنامج خاص به لوحده.
خدمات اجتماعية كذلك في البرامج بتاع التربية الخاصة يوجد هناك خدمات اجتماعية، كيفية التواصل والتكيف الاجتماعي، هذا برنامج كذلك يقدم للطفل المعاق. كذلك استشارات نفسية أنه يتقبل ذاته وكذلك تقدير الذات، كلها جانب النفسي. أما الخدمات البيئية هي التعامل مع المحيط، كيف أن الطفل يتعامل مع محيطه، كيف أنه يأكل، كيف يشرب، كيف يفهم بأن هذا كرسي، هذه طاولة، هذا ماذا تستعمل، هذا إذا ماذا تستعمل، هذه أين نستخدمها، في خارج في البيت، في خارج البيت، في المدرسة. هذا التعامل المادي، الجانب المادي مع البيئة. هذا التعريف العام، هذا باختصار، كتاب شارحين بالتفصيل. تعريف مفهوم التربية الخاصة، أنا شرحنا هذا الرسم البياني. من خلال السنوات الأولى من السبعينات، رانا تكلمنا على التربية الخاصة، وين بدأت النهضة بتاعها، وين بدأت العالم يهتم بهذه البيئة، يعطيها حقوقها ويقدم لها الخدمات، متى بدأت؟ من السنوات الأولى من السبعينات القرن الماضي. حركة إيجابية واسعة النطاق في هذا الميدان. الخاصة كرد فعل للحوار والجدل الذي ساد حركة إيجابية واسعة النطاق في مجال التربية الخاصة كرد فعل للحوار والجدل الذي ساد في هذا الميدان، وكان نتيجة للأخذ بالاتجاهات الحديثة. هي ظهرت رد فعل للجدل الذي وقع، لماذا لا نهتم بالبيئة، لماذا مهمشة، لماذا لماذا، جاءت رد فعل لهذا الحوار والجدل، وكان نتيجة للأخذ بالاتجاهات الحديثة في مجال التربية الخاصة، والتي من أهمها ما هي أبي التربية الاتجاهات الحديثة، ظهور تقسيمات جديدة لهذه الفئات. أول ما بدأوا به قسموا في المعاقين أو الموهوبين إلى في تقسيمات جديدة، بدأت تحل محل تقسيمات والتسميات التقليدية لفئات التربية الخاصة التي كانت مبنية على أسباب الإصابة. ورانا تكلمنا في كثير من النقاط، مثلا أسباب الإصابة، كاين أسباب وراثية، أسباب ما قبل الولادة، أسباب أثناء الولادة، أسباب بعد الولادة، أو الظروف الطبية كذلك التي تحيط. هنا كانت هذه التسميات، لا، هنا في التربية الحديثة ظهرت تقسيمات جديدة بخلاف التقسيمات اللي كانت ظاهرة لي الأسباب والمبنى الوراثية وبعد. المهم ظهرت تقسيمات أخرى، وقد اعتمدت هذه التقسيمات الجديدة على متغيرات تعليمية. التقسيمات الجديدة لماذا ظهرت؟ وفق متغيرات تعليمية، لأنها في التربية الخاصة أنا قلنا تكلموا على الجانب التعليمي لهذه البيئة. ظهرت هذه المتغير التسميات أو التقسيمات الجديدة، منها المشكلات المرتبطة بالقدرة على التركيز والانتباه، وخاصة لعدم الفرط الحركي، هذه كذلك فئة. اتباع التعليمات، هذه ثاني فئة. لمن؟ هذول اللي لديهم الأمراض المزمنة، كذلك يدخلوا في فئات الاحتياجات الخاصة، مثلا عنده مرض السكر يعطوه تعليمات معينة، عنده مرض القلب يعطوه تعليمات معينة، عنده مرض الكلى يعطوه، وهكذا. هذه هي كذلك أصبحت فئة. التنسيق والتآزر العضلي الحركي، هذه ثاني كانت لم توجد. ما معنى التآزر العضلي الحركي؟ كان الذي ليس له قدرة، العضلة تاعو ضعيف، بصح متى تظهر؟ تظهر خاصة عند الدخول إلى المدرسة، عندما الطفل هي تظهر من البداية، ولكن صعوبة به اكتشفه، لأنها خاصة في العضلة الدقيقة، وكذلك أنه الطفل لا يستطيع أن يمسك القلم ويكتب بصعوبة، أو كذلك يقفل الأزرار أو يقفل الحذاء، هنا يوجد صعوبة. هذه كذلك فئة جديدة. وثانيا دال التفاعل الاجتماعي، وهذا أطفال توحد ليس لديهم القدرة على التواصل والتفاعل الاجتماعي. كذلك تقسيم آخر وهو تاع صعوبات التعلم، الذي لديهم تحصيل الأكاديمي عندهم ضعيف، لماذا؟ لأنهم عندهم الخصائص النمائية تاعهم
ضعيف يصرع لهم كذلك في خلل في وظيفة الدماغ، فيصرع لهم صعوبة التعلم، ومنها تأتي الصعوبات الأكاديمية اللي تكلمنا عليها، القراءة والكتابة والحساب، هذه تحصيل الدراسة. وكذلك القدرة على الانتصار، أنا تكلمنا عليها، اللي منهم ثاني ظهرت في متلازمة داون، ثاني عندهم مساكين إعاقة، تقريبا إعاقة متعددة. هذه الفئات اللي ظهرت جديدة حسب التربية الحديثة. هذه نقطة واحدة، النقطة الأولى. النقطة الثانية هي تسكين، كذلك اللي ظهرت في التربية الحديثة، تسكين الأطفال المعاقين في أوضاع تعليمية ومهنية غير معزول، نحول عليهم العزلة، بداوا يخرجوهم من المراكز هذه اللي كانوا معزولين فيها حتى على أسرهم وعلى المجتمع. وقد اتخذ هذا الاتجاه صورا متعددة، مثل البرامج المتكاملة أو الفصول المشتركة أو الخبرات المتنقلة، هذه بداوا يدمجوا فيهم في المدارس العادي. هنا داروا لهم برامج متكاملة مع الفصول العادية أو فصول مشتركة، داروا برامج ولكن على مستوى المؤسسات، أو فصول مشتركة أنه يحضر يا إما حضور كامل أو جزئي أو فقط أنه حضور مكاني، هذه بعض الطرقات. أو الخبرات المتنقلة، مثلا يحضروا في فصول فيهم مجموعة من الأطفال المعاقين، ليس لديهم أقسام خاصة ولكن لديهم أخصائيين يسموه المعلم المتجول أو الخبرات المتنقلة، يتنقل بين الفصول ويساعد هذه الفئة في جانب معين، سواء مثلا الجانب الأكاديمي في الحساب أو في التواصل أو في التكيف مع القسم أو في الكتابة أو في هذا الجانب. هذه لأن المعلم العادي لا يستطيع أن يقوم بهذا الجانب لأنه ليس متخصص في هذا المجال، إنه يدرس الأطفال العاديين. كذلك عند التشخيص لا يقتصر القياس على القياس النفسي. ما معنى القياس النفسي؟ مستوى الذكاء. احنا فقط نقولوا اللي عنده مثلا 85 وما أقل، اللي هو يسموهم بطء التعلم، حتى 70 بطء التعلم، ومن 70 75 عندهم تخلف بسيط، ومن 55 حتى 25 او ما اقل سموه تخلف شديد. هنا ظهرت في التربيه الحديثه انه لا نقتصر على هذا القياس، لماذا؟ لان بها نقول الانسان متخلف عقليا كما ذكرنا المره الماضيه، لازم 4 شروط. اول حاجه الجانب الطبي، نتاكد باللي الدماغ تاعو سليم او في خلل. ثانيا اذا وجدنا مثلا الدماغ تاعو في خلل، نذهب إلى الجانب أو ليس لديه خلل، نقوم بالمقاييس في البداية، نقوم بالتحاليل أو والثاني المقاييس الاجتماعية، هل لديه تكيف اجتماعي أم لا. والفئة الثالثة هي الجانب النفسي، نقيس نسبة الذكاء، هل ذكاؤه مرتفع، هل الذكاء تاعه منخفض، هل متوسط. والفئة الثالثة اللي هي التحصيل الدراسي اللي عنده علاقة بالديسلكسيا كما يسموها، صعوبات التعلم سواء القراءة أو الكتابة أو، وهذه تقريبا إذا شخصت في مبكرا يستطيع الإنسان أن يتغلب عليها بطفل بسهولة مع التدريبات عدم الاقتصار على القياس النفسي اللي هو مستوى الذكاء شرط كاف أو وحيد لحصول الأطفال على خدمات تربية خاصة، لا، لازم تتوفر مجموعة من التشخيصات. النظر إلى دور المربي بصورة أكثر فاعلية وتأثير في التشخيص التربوي التعليمي، لازم المربي أو الأخصائي الذي يشخص لازم يكون عنده دور مهم في طريقة التشخيص تاعه، لازم عنده مصداقية. كذلك دور الأطباء والأخصائيين النفسيين والاستشاري بصفة أساسية، خاصة الاستشاريين، لأنه عنده بالملاحظة والمقابلة والمرافقة
يستطيع أن هذا الطفل من يستطيع أن ندمجه في التربية الخاصة أم لا. كذلك النقطة الثالثة الاهتمام بشكل متزايد بالتشخيص والتدخل المبكر. التشخيص المبكر له دور كبير، لماذا؟ لأن كل ما كان التشخيص مبكر كل ما كانت الحالة لا تذهب إلى التدهور أو تتطور. لمنع ظهور اهتمام واضح بإتاحة الفرص المناسبة للتنسيق والاستمرارية، هذه الخدمات لازم تكون بين المدرسة والمنزل، وخاصة في مرحلة الروضة يكون تعاون، لأن الأخصائيين يعطوا تعليمات في المدرسة كذلك المربيات المختصين أو المربين، وكذلك بالتعاون مع الوالدين. المشاركة الوالدية مهمة جدا في مجال التربية الخاصة. ضرورة تقديم الخدمات الخاصة لجميع الأطفال بغض النظر عن درجة العجز أو القصور الموجودة لديه. جميع الأطفال يدخلوا في التربية مهما كانت درجة الإعاقة بتاعهم. حتى ولو كان أن مثلا لا يستطيع أن يخرج من المدرسة، من المنزل أو من المستشفى، فلا بد له أن كذلك له برنامج خاص وفئة خاصة تذهب إليه وتدرس في المكان التواجدي، أو تقيم علاقة مع الأبوين تعطيهم الطريقة اللي يتعاملوا بها. المهم أنه يدخل في ضمن هذه الفئات. ما هي نوعية التلاميذ الذين المتلقين لخدمات التربية الخاصة؟ ترى حاطة ميوت يا دكتورة. صوتك مو واضح، مخفي ترى. من الآن فقط أو من قبل؟ من البداية من هنا. من هذه النقطة. ايه هاي تمام. كما ما هي نوع التلاميذ المتلقين لخدمات التربية الخاصة؟ ما هم التلاميذ الذين ندرجهم في التربية الخاصة؟ أولا، فئة التلاميذ الذين لديهم قصور بصري أو عام، أنه عندهم ضعف في البصر أو عام كلي مكفوف، لديهم قصور سمعي أو صمم، يا ضعف في السمع يا صم، لديهم عمى أو صمم أو البكم. هناك فرق بين الصم والأبكم. الصمم هو الذي لا يسمع ولا لا يتكلم، أما البكم فهو لا يستطيع أن يتكلم، يسمع ولا يستطيع أن يتكلم. كذلك لديهم جوانب قصور في النواحي الجسمية أو الصحية، الإعاقات الحركية أو الصحية كما رأنا تكلمنا، عدم أمراض مزمنة. لديهم صعوبات في التواصل أو اللغة، كذلك هنا عندهم جانب اللغة لازم جانب تخصصين بتاع التخاطب التواصل، مثل أما اسمها اضطراب التوحد. لديهم صعوبات التعلم كما رأنا ذكرنا في البداية، اللي التربية الحديثة كيف قسمتهم وفق التعليمات التربوية. صعوبة التعلم ذكرناهم الأكاديمية، قراءة وكتابة والحساب. لديهم اضطرابات سلوكية انفعالية شديدة، وخاصة هذو تاع الاضطرابات النفسية الحركية، تقريبا تكون عندهم إعاقات متعددة، حركية سمعية بصرية نفسية، فيها التوحد فيها الاكتئاب فيها الانطواء فيها العزلة، يكون اضطراب سلوكي انفعالي شديد، يغضب بسرعة، عنده العدوانية، هذا كذلك نهتم بهم التربية الخاصة. لديهم إعاقة عقلية على درجته،
هذهم أنواع التلاميذ الذين تهتم بهم التربية الخاصة. ما هي أهداف التربية الخاصة؟ أهداف التربية الخاصة، هدف التربية الخاصة إلى إعادة تنظيم شخصية الطفل المعاق. لا نتركه في حالته حتى يبقى مثل الأثاث إذا ما اهتميناش به. لماذا؟ لأن وخاصة إذا كان لا يسمع أو لا يرى أو لا، فإنه تنظم شخصية الطفل المعاق وإعادة ثقته في ذاته وإزالة الآثار السلبية الناتجة عن المواقف المحبطة والفشل المستمر الذي يقابله دائما، مما يؤدي إلى تحسين قدرته على التكيف. هنا الطفل يكون مثلا مع العاديين يحس باللي الأقران العاديين أحسن منه، مهما بذل من جهد، مهما بذل من يكون عنده الإرادة، ولكن لا يستطيع أن يصل، فدائما يصاب بالإحباطات، يصاب بالفشل، فيصرع له تأخر، ويصرع له دائما بما يؤدي إلى عدم قدرته على التكيف مع الآخرين. التربية الخاصة توفر له بيئة تساعده على التدريب والتكيف، ليس العلاج. لماذا؟ لأن الذي أصيب بإعاقة في إحدى الحواس فإنه لا ننتظر منها أنها تعالج في يوم ما، وإنما مثلا الاضطرابات والصعوبات هذه ممكن تعالج مع الوقت أو تتحسن بدرجة عالية. أما الذي أصيب في حاسة من الحواس أو في الحركة أو في، فإننا لا ننتظر منه العلاج أو أنه يعالج أو يشفى في يوم ما، وإنما تسعى التربية الخاصة ليتكيف مع الآخرين، سواء مع ذاته أو مع أسرته أو مع المدرسة أو مع المجتمع أو مع البيئة. هذا هو دور التربية الخاصة، توفر له خدمات وتساعده، والهدف منها هي القدرة على التكيف. كذلك الهدف زيادة المهارات العقلية المتصلة باكتساب المعرفة. الإنسان كما رأنا قلنا اللي عندهم بطء التعلم يتعلموا عاد من 70 ل 50، أما من 50 ل 5 هنا ثاني يتعلم عنده ولكن ببطء، لازم له المعلم يكون عنده صبر حتى يستطيع أن يكمل معاه. أنا قلنا المرة الماضية أن لازم له التكرار ولازم له دائما الانتباه وتعامل بالمحسوس وفيها، وبه يوصل ببطء، التعلم تاعو يكون بطيء جدا. وتشجيع الأطفال المعاقين على التوافق الشخصي، أنه يتقبل ذاته، أنه يتوافق مع نفسه، أنه عندما يتقبل هذه الإعاقة أنه يبدأ أنه يدرب في نفسه على كيف يتعامل مع الآخرين، كيف أنه ينجح، كيف أنه يندمج مع المجتمع. لماذا؟ لأنه هذه كيف يتوافق مع والتهيؤ للحياة الرشد. كذلك كثير من المعاقين يجهزوا لهم مثلا وخاصة هذه في مدارس خاصة، أنه الجانب المهني عندما يكتسب مهنة، بعد ما يتعلم يكتسب مهنة، وعندما يكتسب مهنة يكون له مدخول، وعندما يكون له مدخول فهو قادر على أن يفتح بيت ويتزوج ويجيب أولاد. هذه هي التربية الخاصة تهيئ للحياة، هذا هو الهدف تاعها، مساعدة المعاقين على تحصيل أقصى قدر ممكن من المواد التعليمية. حاول تقرر كل المواد التعليمية إلا اللي لا يستطيع، كاين مواد لا يستطيع خاصة التجريبية وهذه الأمور اللي، ولكن قدر ممكن التي يستطيع اكتسابها وتوظيفها في حياتهم العملية، خاصة من جانب العمل، المساهمة في إعداد هؤلاء الأطفال مهنيا وعلميا. يعني نولدو كثير من الأئمة وكثير من العلماء عندهم إعاقة، سواء كانت سمعية أو بصرية أو، ورانا قبل تكلمنا في المراحل هذيك لم تكن في عند المسلمين، هذيك قلنا تقريبا من اليونان أما عند المسلمين فكان للمعاقين حقهم، والله سبحانه وتعالى أعطاهم حقهم ورعايتهم، والله سبحانه وتعالى قال لا فرق بين
بين قاع الناس ابيض اسود اعرج الا بالتقوى. التقوى الوحيد هو المعيار عند الله سبحانه وتعالى. لهذا امرنا الناس اللي عنده انسان من هذا النوع من هذا الفئات انه احترموا قيمته. لماذا؟ لان الاسلام كرم بني ادم سواء كان معاق او غير معاق. هذه من الاهداف التربيه الخاصه. ما هي الاشكال التربيه الخاصه؟ كيف تتمثل مثلا هذه التربيه الخاصه؟ اين نجدها؟ نجدها في الفصول الخاصه، فصول خاصه للمعاقين في المدارس العامه. مثلا عندنا احنا مدرسه فيها مثلا مدرسه ابتدائيه فيها جميع المراحل، فيها سنه اولى ثانيه حتى السنه السادسه، وفي المدارس حتى السنه الخامسه. توجد بعض الفصول، احنا عندنا في الجزائر نقولوا الاقسام، فصول فصل دراسي فيه عدد من الاطفال معاقين، مثلا في 4 5 يدمجوهم في هذا القسم في هذا الفصل. هذا هو الفصول الخاصة، ليست في كل المدرسة، يوجد بعض الفصول فيها هذا المعاقين يسموهم الفصل الخاص. بعد كان نطرق لماذا سمي الفصل الخاص؟ لماذا؟ لأن فيه المعاقين، فيه المعلم العادي الذي درس العادي، وفيه معلم من التربية الخاصة يساعد هذيك الأطفال اللي موجودين في هذه الفصول. المدارس الخاصة نوجدها في المدارس الخاصة، رعاية نهارية، رعاية نهارية كانت قبل هذوك كما رانا تكلمنا المراكز كانوا كما نقولوا ساكنين تم واجدين يباتوا ليلا نهارا، وتقدم لهم حتى الخدمات التربوية كانت تقدم لهم داخل هذوك. ولكن في هذه التربية الحديثة لا، كاين مدارس خاصة ولكن فقط للرعاية النهارية، ويوجد مواصلات توفرهم لهم أنهم يرجعوا لبيوتهم وأسرهم وأهلهم وأصدقائهم. قبل كانوا محرومين، محرومين من الأهل، محرومين من الأصدقاء، محرومين من التواصل مع المجتمع، كانوا معزولين. هذه لا، رعاية نهارية فقط تقدم للأطفال المعاقين بمختلف فئاتهم، من الذين لا يستطيعون الاستفادة من البرامج التعليمية العامة. أنا قلنا في البداية أنهم في وسط الفصول، اثنان بعد كاين مدارس خاصة داخل عندهم لا يستطيعون أن يتعلموا من التعليم العادي، دايروا لهم برامج تعليمية داخل المدرسة، لا من البرامج التعليمية العامة داخل المدارس العادية مع زملاء لهم من نفس الإعاقة. في المدرسة العادية كاين ثاني مدرسة خاصة تابعة لهذه المدرسة مثلا، وفيها مجموعة مثلا عندهم إعاقة سمعية، مجموعة عندهم إعاقة مكفوفين حركية وهكذا، فلهم برنامجهم الخاص. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون الاستفادة من البرامج العامة. كذلك كان يوجد مدارس الداخلية، هذه المدارس الداخلية متوفرة في جميع معظم الدول العالم، يقيمون بها الأطفال إقامة داخلية كما احنا رأينا. حتى الأطفال العاديين يوجد لديهم إقامة داخلية، وهي من أقدم النظم التعليمية للمعاقين كما تكلمنا، هذه قبل المدرسة الخاصة اللي هي خاصة بالنهارية، هذه موجودة من قديم. من أهم عيوبها عزل المعاق عن الأسرة والأصدقاء، أما المدرسة الخاصة لا تعزل المعاق عنه، فإنه في المساء يرجع إلى الأسرة تاعه. يوجد كذلك، أين توجد كذلك التربية الخاصة؟ توجد خدماتها في المستشفيات والمنازل. لمن؟ للأطفال الذين يتعذر عليهم مغادرة المنزل أو المستشفى، لا يستطيعون، عندهم مثلا شلل كلي أو إعاقة حادة، أو لا يستطيع مثلا أنه يتنقل من البيت، أو أنه مثلا كذلك يخرج من المستشفى، فهناك يقوم الأخصائيون المتنقلون بتقديم الخدمات التعليمية لهؤلاء الأطفال طبقا لنوع إعاقتهم حسب الإعاقة اللي عانوا منها. أنهم لهم أخصائيين يذهبون عندهم عند المنازل أو بالمساعدة الأولياء ويقدموا لهم هذه الخدمات. هنا فصول خاصة، مدارس خاصة، مدارس داخلية، وخدمات مستشفيات والمنازل. ما هي أهم متطلبات التربية الخاصة؟
أهم متطلباتها ضرورة توفير الوسائل والأساليب التي تمكن الطفل من الاستفادة من المنهج بصورة المطلوبة، وتعديل البيئة الفيزيائية وأساليب التدريس المتخصصة. هنا هذه متطلبات التربية الخاصة أنها توفر الوسائل، كل الوسائل التي تساعد الطفل على التعلم، سواء الجانب السمعي أو المكفوفين أو الحركي أو اضطرابات أو التوحد أو صعوبات التعلم، فإنها توفر له. وراني تكلمت في المرة الماضية، أول ما أتت مونتيسوري أتت لهذه الفئة، ذات برامج لهذه الفئة، وتقريبا أن كل الأدوات تاعها حسية لتعلم بالحواس. هنا راح انتقل دروك تقريبا في جميع الروضات والطفولة المبكرة، تقريبا راح يتعاملوا ببرامج مونتيسوري، ولكن في البداية كانت للفئة المعاقة. وكذلك استفادة من المنهج بالصورة المطلوبة، أنهم بهذه الوسائل وهذه الأدوات كذلك تساعدهم على الاستفادة من المنهج، كيف أنه يستفيد من المنهج، أنه يصمم له برنامج، يصمم لهم برنامج خاص كيف يتعاملوا مع هذا البيئة. كما رأينا قلنا المعاقين يحتاجون للتكرار، يحتاجون للانتباه، يحتاجون للحواس حتى يستطيع أن يستفيد من المنهج المصمم. وكذلك ما معنى تعديل البيئة في هذه في مثلا الطفل المعاق لا يستطيع أن يصعد الدرج، لهذا لازم في بناء المدرسة لازم تعد عندهم طريق به يستطيع أن يمشي بالكرسي المتحرك بتاعه. هذا هو تعديل البيئة الفيزيائية كذلك من ناحية المقعد الطاولات، هناك عدة لازم نكيفها وفق هذا البيئة. كذلك أساليب التدريس، إذا كانت في القسم يوجد فئة مثلا عندهم هم قادرين على التعلم ولكن عندهم بطء أو عندهم صعوبة، هنايا لازم المدير المعلم أو الأستاذ أنه يحاول يبسط حتى يوصل المفهوم لهذه الفئة، تكون عندهم طريق. هاي وين هنايا وقلنا البيئة الفيزيائية، وكذلك أساليب التدريس منها المتخصصة اللي أنا قلنا عندهم برنامج خاص بأهدافه وبوسائله خاص بهذه الفئة حتى يستطيعوا أن يدركوا المفاهيم. وفي الفصول لازم الأساليب تتغير، تكون معدلة وتوجه الاهتمام الكافي بالجوانب. كذلك المعلم أنه يحاول يبسط يسهل، وخاصة في المفاهيم وفي كذلك في الامتحانات، الامتحانات ما تكونش مثل الامتحانات تاع الطفل العادي، أو فيها تبسيط نوعا من المرونة. كذلك توجه الاهتمام الكافي بالجوانب الاجتماعية، عنده القدرة على التكيف مع زملائه. كذلك في المجال الانفعالي، أنه عنده القدرة أن يتحكم في انفعالاته. هذه كلها توجهها التربية الخاصة للمجال الذي تحدث فيه التربية الخاصة. التأكيد على أهمية التحديد الدقيق لحاجات الطفل المعاق التي حتى يمكن للمنهج أن يحقق الفاعلية المطلوبة. هنا بعد التشخيص لازم يكون تشخيص دقيق، إذا لم يكن دقيق لم يستطيع المختصين أو الجانب في هذا المجال أن يصمموا برنامج خاص بهذا الطفل. أنا قلنا له تدريبات، له أساليب خاصة، عنده الجانب الاجتماعي، الجانب الانفعالي، لازم كل هذه تعد تشخيص دقيق حتى يصمم له برنامج وفق الإعاقة التي مصاب به أو الحالة أو المهم. لازم عندما كل ما كان التشخيص دقيق كل ما كان البرنامج يؤدي الأهداف بتاعه ويحقق، سواء على المدى القريب أو المدى البعيد. نطرق الآن ما هي خاصة
قبل تكلمنا على الخصائص بتاع التربية الخاصة، ما هي ذاك الآن المناهج، مثلا المناهج التي تصمم للطلبة من قبل التربية الخاصة. أنا قلنا الطفل المعاق لازم نشخص له الحالة بتاعه تشخيص دقيق، نصمم له برنامج فردي خاص به، وإذا كانت مجموعة كذلك تصمم لهم برنامج لهذه المجموعة ويطبق عليها وفق أهداف والتي تحقق هذه الأهداف. هنا نتطرق ما هي خصائص هذا المنهج الذي سيصمم من أجل هذه الأطفال. أول حاجة وضع قدرات الخاصة بالطالب عند وضع المنهج. قدرات الطالب، رانا قلنا نسبة الذكاء بتاعه أين هو؟ في بطء التعلم، في لديه القدرة على التعلم أم لا، أو من الفئة شديدة الإعاقة العقلية، خاصة العقل. كذلك النظر، هل هو من الفئة كما رانا قلنا في القصور فقط في النظر أم مكفوف، قصور في السمع أم عنده صمم، عنده اضطراب في اللغة، وهكذا. لازم يكون التشخيص دقيق، وكذلك وفق قدرات الطالب. لازم الطالب يوضع بعين الاعتبار، سواء من حيث الإمكانات الموجودة لديه، ما هي قدراته، ما هي إمكاناته، أو قدرات مستقبلية التي مثلا عنده هو مواهب، عنده قدرات قادر يحقق في المستقبل أشياء جد مهمة، أو أنه يحقق نجاحات أو اختراعات. أو هنا لازم تؤخذ بعين الاعتبار، يعني إذا تنمية القدرات العقلية، ذكاء، الإبداع، هذه الأشياء الكامنة في نفسهم لازم يخرجوا هذه المواهب حتى يمكن تطويرها إلى الأفضل. هناك يوضعوا خصائص الطالب، القدرات العقلية وكذلك المستقبلية والحالية، فإنهم كل مرة يطوروا له، كل ما حققوا هدف يزيدوا يطوروا هذاك المنهج ويحققوا هدف أحسن. وكذلك هذا المنهج عندما يأخذون قدرة الطالب بعين الاعتبار يمنع حدوث أي انخفاض أو تدهور في الحالة التعلم. طيب يعني ماذا؟ لأنه يشخص صح، له برنامج صح، فإنه يكون البرنامج يمشي معه صح ويحقق الأهداف، يمنع من الانخفاض أو التدهور إلى الوراء. هذه من ناحية الطالب. النقطة الثانية، من حيث البيئة المحيطة بالعملية التعليمية، ما هي هذه البيئة؟ كاين عوامل اقتصادية متمثلة في مردود الإنفاق. هنا التربية الخاصة تحتاج ميزانية باش يوفروا المختصين، الأطباء، يوفروا قاعات، يوفروا وسائل. هنا هذه من جانب الميزانية أو جانب الاقتصادي. التكنولوجيا المتمثلة في تطوير الأجهزة والمعدات والوسائل التعليمية والأدوات المعينة والمساعدة وظهور فرص عمل جديدة مناسبة له. كذلك نحطه بعين الاعتبار العامل التكنولوجي الذي يساعد في تطور الأجهزة والمعدات، حتى مثلا الأجهزة السمعية، مثلا الإعاقات الحركية اللي الآن هم نوضعوا مثلا أجهزة أعضاء يضيفها للإنسان من ناحية اليد أو من ناحية الرجل، كلها هذه مع التقنيات الحديثة، مثلا التعامل مع الطفل يتعامل مع الأجهزة هذه. كذلك ممكن يديروا لهم برامج عن طريق علمهم مثلا التكنولوجيا والبرمجة وهذه الأشياء، نحطها بعين الاعتبار، سواء من ناحية مثلا الطفل يتعلم اللغة بالسمع، هذه حتى العاديين وراهم يتعلموا من اللغات مثلا الإنجليزية أو اللغات الأخرى يتعلموها بالغرف، غرف الإنفاق هذه تعلموها. كذلك هنا التكنولوجيا تدخل في تطوير الأجهزة المناسبة لهذه البيئة، وكذلك الوسائل التعليمية التي تساعد، ورانا قلنا خاصة اللي عندهم مثلا إعاقة عقلية المحسوس، يعني يوفروا لهم أجهزة من هذا النوع التي تساعدهم على إدراك المفهوم أو الحساب أو اللغة بهذه الأجهزة والأدوات المعينة والمساعدة وظهور فرص عمل جديدة مناسبة لهم. هنايا كذلك يهيئوا لهم مثلا كما مراكز أو أقسام خاصة بالتجهيز المهني،
لماذا؟ عندما هذا المعاق يكسب مهنة فإنه يكسب فرصة عمل جديدة، وما خاصة الجانب اليدوي، إنه المعاق يقدر إنه يعمل ويكسب من خلاله أجرة ويقدر يأمن حياته. هذه من ناحية. كذلك التطور الكبير في مجال العلوم الطبية ساعد في التحدي على الإعاقة، أنا قلنا زرع الأعضاء هذه اليد والأرجل حتى مثلا الإعاقة البصرية راها الآن زرع القوقعة، مثلا كما رانا قلنا في الإعاقات البصرية أن العمليات هذه الجراحية المتطورة بداوا يوصلوا للشبكية وللعصب البصري وهكذا حتى للدماغ، تطورت بدات تحد من الإعاقة، تنقص منها، ليس مثل ما كانت قبل هذا الأحداث، التطور التكنولوجي. النقطة الثالثة من حيث اتجاهات المجتمع، كيف ينظر المجتمع لهذه الفئة؟ المرحلة الأولى كما تكلمنا كانت اتجاهات سلبية نحو المعاقين، وكانوا واضعين في مؤسسات معزولين عن الأسرة وعن الأفراد الأصدقاء وعن المجتمع. جاءت المرحلة الثانية ظهرت سياسة الدمج، قبل كانوا حتى التدريس درسهم في مؤسسة في حالهم، أما الآن في السياسة الحديثة ظهرت سياسة الدمج، من التربية الحديثة ظهرت سياسة الدمج، من الدمج الجزئي إلى الدمج الكلي. في البداية بدأوا يديروا لهم غير دمج جزئي، يعني خلال اليوم يحضر ساعات فقط مع القسم العادي أو وقت معين، وبعدين يذهب إلى القسم تاعو تاع التربية الخاصة، وبعدها تطورت إلى الدمج الكلي، ولكن الدمج الكلي فقط فئات معينة اللي يدخلوا الدمج الكلي، ليس كل الفئات، ولكن ما كانش ظاهر قبل، كان جزئي سواء لهذه الفئة التي تحتاج إلى الدمج الكلي أو للآخرين، من الجزئي إلى الكلي. ما هي أهم سمات المنهج الجيد؟ ما زلنا في خصائص مناهج التربية الخاصة. ما هي أهم هذه السمات؟ أولاً حتى يكون منهج جيد وفعال ماذا لازم تتوفر فيه؟ التكامل الفعال بين التربية العامة والتربية الخاصة، لازم عندما يديروا هذا مثلاً هذا الدمج، أو حتى وأنهم ما يدمجوش، ولكن مثلا في المدارس الخاصة لازم يكون التكامل الفعال بين التربية العامة والخاصة تقريبا نفس المناهج، وإنما درسوا بأسلوب وطريقة، والتربية الخاصة بأسلوب وطريقة، أن يتميز بقدر عالي من المرونة. التربية الخاصة لازم يكون مرن، ليس مثل المنهج العادي، وفيه إمكانية التعديل، نعدله، أننا نجده في الوقت، أننا نجده في الوسائل، أن الطفل نكرره عدة مرات، في تغيير، ليس كما التربية العامة. من أجل تلبية حاجة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، أو مثلا كما رحنا قال المرونة حتى على المتفوقين، حتى وإن هنا رانا تقريبا نتكلموا على المعاقين أكثر من المتفوقين، حتى هما يحتاجوا تعديل، والله مثلا يقرأ سنة ممكن يقرأ سنتين في سنة هذا المتفوق، أما الثاني لا، ممكن يقرأ سنة في سنة ونصف أو وهكذا، هنا يتعدل وتكون فيه مرونة، المهم نصل بهذا الطفل إلى نلبي له حاجة، أو تعويضهم مما يعانون من أوجه النقص والقصور، أن يتيح للطلاب الاطلاع على الخطط الموضوعية وأهداف التعليمية، لازم هذا الطفل خاصة إذا كان القدرات العقلية تاعه عنده إصابة مثلا حركية أو تسمح له أننا نوضع يا مثلا يا كما نقولوا نشرح له الأهداف، أنك تصل أنك تكتب في آخر السنة لازم تكون تقرأ، في آخر السنة لازم تكون عندك القدرة على الحساب وهكذا، نشرح له هذا أن يشرح للمعلمين المفاهيم المتضمنة وأهداف العملية التعليمية بوضوح، أن يتيح فرص المساهمة والتواصل، عندما يصمم برنامج لازم التواصل بين المنزل والمدرسة،
وإشراك الوالدين في متابعة العملية التعليمية لأبنائه، وإن كان حتى رغم العاديين رغم الأولياء مثلا، ولكن هذا الفئة لابد. لماذا؟ لأن المدرسة وحدها لا تكفي. أن يساعد على تسيير عملية التقويم كعملية مستمرة، لازم دائما نقومه، مثلا بعد شهرين ثلاثة نقوم أين وصل هذا الطفل، ما هي الأهداف التي حققها. إذا حقق الأهداف نتواصل معه، إذا ما حققش لا نتوقف حتى يحقق الأهداف المسطرة حتى ننتقل إلى أهداف أخرى من قبل كل أطراف العملية التربوية بالصورة الملائمة للأطفال المعاقين. عملية التقويم أن يؤدي إلى إتاحة الفرص لتوفير الاهتمام الكافي بعمل التعزيز والتمييز في المناهج والأنشطة التعليمية، هنا التشجيع ومساعدة الأطفال ودمجهم في الأنشطة التعليمية، نساعدهم دائما التشجيع والمدح هذه الأمور تعطي الطفل المعاق الثقة بالنفس وتقدير الذات، وهي مهمة جدا في العملية التعليمية سواء للمعاق أو لغير المعاق. زلنا في الخصائص، إعداد البرنامج، كيف يكون إعداد البرنامج؟ تكلمنا قبل على السمات، الآن نتكلم كيف تأتي عملية إعداد البرامج المتخصصة للمعاقين، هذه في المدارس الخاصة ب أو الخاصة ب ذوي احتياجات خاصة. أولا قبل إعداد البرامج المتخصصة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وأساليب تدريسهم، بعد القياس والتشخيص حالته، أول حاجة التشخيص وتحويلهم إلى المكان التربوي المناسب له، حيث تعتبر عملية قياس والتشخيص في التربية الخاصة ركنا أساسيا من أركانها. قبل الإعداد برنامج لابد من تشخيص الحالة، التعرف على هذه الفئات وتشخيصها باستخدام أدوات القياس مثل ما ذكرنا، القياس تاع نسبة الذكاء، الاختبار التكيف الاجتماعي، التحصيل الدراسي، نسبة الذكاء، وكذلك الجانب الطبي، هذو كاملين مع بعض ما يشخصون حالة الطفل. وفق هذه التشخيصات يعد البرنامج، وكذلك يحدد تحديد مكان تربوي المناسب لهم وتسكينهم فيه، وإعداد برامج تربوية وأساليب التدريس المناسبة له، سواء يبقى في المدرسة الخاصة أو ندمجه جزئيا أو كليا أو المكان فقط في المدرسة بحيث يتلقى فقط في الأنشطة التربوية. هنا حسب التشخيص نحدد برنامج والمكان. إعداد برامج تربوية الفردية كما تكلمنا، التربية الخاصة لابد من برامج فردية تتضمن في الأساس الأول الخطة التربوية الفردية وأسلوب وطريقة تنفيذها وفقا لأساليب التدريس الفردي، ووفق أسلوب تحليل المهام أو الأسلوب الحسي أو الأسلوب لحسب الجانب الحسي، الوسائل الحسية الحركية أو الحسي، الأسلوب الحسي المتعدد حركية معرفية مهارية، أو يتم بالتدريس العلاج. كذلك مثلا كما مثلا عندهم توحد ندير لهم برنامج بحيث انه تقريبا نصل به الى العلاج، كذلك صعوبة التعلم ندير كذلك برنامج حتى نحقق هذا يسمى بالتدريس العلاج، اننا مثلا مع صعوبة التعلم ما هي المشكلة تاع صعوبة التعلم، انه يكتب الحروف مقلوبة، انه القراءة يشوف الحروف تتحرك، أنه مثلا في الحساب كذلك يكتب الأرقام مقلوبة، هذا ندير له تدريس علاجي أننا نعالج له هذا المشكل. كذلك من الذي يعد هذه البرامج؟ الذي يعد هذه البرامج فريق متخصصين، ليس من هب ودبني، لازم المختصين بعد ما نشخصوا الحالة. أولا تعتمد برامج التربية الخاصة على جهود فريق متكامل ومتعدد التخصصات لتقييم الجوانب المختلفة للأطفال المعاقين والتعاون في تخطيط برامج الخدمات اللازمة لهم، ويشمل هذا الفريق مهنيين مختصين، أخصائيين تربويين، أطباء، أخصائيين نفسانيين والاجتماعيين، وأخصائيين القياس النفسي والاجتماعي، وأخصائيين في علاج عيوب النطق، التخاطب، والكلام والسمع، وأخصائيين في التأهيل المهني وغيرهم. كذلك فإن
آباء وأمهات أطفال معاقين يمثلون أعضاء مهمين في هذا في هذه الفرق. شوف هل يحتاج من مختصين في هذا الميدان حتى أنهم تدريس البرامج والتأهيل في عدة جوانب، لأن الإعاقات متعددة وبدرجات. يتمثل الهدف الرئيسي في إتاحة الفرصة المناسبة. لماذا كل هذا الفارق؟ حتى يتيح الفرصة المناسبة لكل طفل معاق نوع الإعاقة أو درجة الإعاقة للحصول على الخدمات التعليمية والنفسية التي تمكنه من تحقيق أقصى قدر ممكن من النمو السليم، حتى يستطيع أن يتكيف وأن يدمج في المجتمع بصفة عامة، ليس فقط على مستوى التربية الخاصة. ما هي الجوانب المتكاملة للتربية الخاصة؟ هناك جوانب للتربية، كان نوع التعليم المقدم. ما هو هذا التعليم الذي يقدم في التربية الخاصة؟ أول حاجة يصمم بطريقة التعليم المقدم بطريقة تغطي احتياجات الشخصية لكل طفل معاق، كل واحد على هذا. أنا قلنا تعليم فردي. ثانيا الخدمات الخاصة المصاحبة للإعاقة، كاين خدمات التعرف المبكر على الإعاقة وجوانب القصور منها، فنذكرنا كيف التشخيص تقريبا هنا، الخدمات الطبية، الخدمات السمعية، الخدمات المتعلقة بأمراض الكلام والخدمات البصرية، الخدمات المتعلقة بالقياس النفسي هذه اللي فيها الاختبارات. ما هي؟ بالإرشاد النفسي للأطفال المعاقين، تدريب للآباء وأسر الأطفال المعاقين، خدمات خاصة بالعلاج الطبي، الخدمات الترويحية والترفيهية والخدمات الاجتماعية. هذا هي ما هي الخدمات المصاحبة الخاصة المصاحبة لكل إعاقة. كل هذا يدخلوا في الخدمات. ذكرناها في البداية. ما هي أهم التطورات التي ساهمت في تطوير التربية الخاصة؟ هناك تطورات جعلت التربية الخاصة في تطور أو حدث هذا من السبعينات أو قبل السبعينات إلى يومنا هذا إلى مرحلة الدمج. أولا القوانين، سن قوانين لحق المعاق، تدخل كذلك جانب علم النفس، هذه من ناحية العلوم، علم الاجتماع، الطب، اهتمت هذه العلوم بالأطفال المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة من حيث خصائصهم وسماتهم وأساليب اختلافهم عن الأطفال العاديين. ما هي الاختلافات بينهم وبين الأطفال العاديين؟ كل هذه العلوم تدخلت حتى تضمن لهذه الفئة حقها في الحياة وفي أن يعيش طفل سليم مقدر لذاته، يتوافق مع نفسه، أن يستطيع أن يعيش مع الآخرين. تطورت أدوات القياس بعد هذه العلوم التي تدخلت. ماذا حدث؟ تطور أدوات القياس والتشخيص وأساليب التدريس للفئات المختلة. طورت أدوات التشخيص أو أدوات القياس اللي هي الاختبارات، طورت وتعدت من اللي كان فقط على مستوى الذكاء، لا الآن ليست على مستوى الذكاء، على مستوى التوافق الاجتماعي وعلى مستوى كذلك التحصيل الدراسي وعلى الملاحظة والمقابلة، كل هذه تدخل. وأساليب التدريس كذلك تكيفت وفق هذه الفئات. نمو الخطط التربوية الفردية، هذه الخطط التربوية الفردية تساعد كل طفل لحاله. والبرامج المعدلة تتعدل، برامج العام تتعدل وفق الطفل الخاص التي تتناسب مع كل فئة. التوسع في الخدمات المتنقلة، معنا ذكرنا قبيل. ما معنى الخدمات المتنقلة؟ قبل كانت فقط في مؤسسات فيها التأهيل والتدريب والتعليم، فالمختصين موجودين معهم في هذه المؤسسات، أما الآن لا، فهي الأطفال وخاصة في الدمج سواء كان كلي أو جزئي يصبح الأطفال موجودين في الفصول، فهنا تقدم لهم خدمات متنقلة مثل ما ذكرنا المرشد المتجول، معلم متجول يتنقل بين الصفوف وبين المدارس،
المدارس التي فيها الفصول الخاصة، هذه توسعوا فيها في هذه الخدمات. لماذا هنا ينبع ثاني كذلك، لماذا هنا ركزوا على هذه؟ لأنها بناء مدارس خاصة تكلف ميزانية، هذه جاتهم أسهل أنهم يدمجوا الأطفال في المدارس العادية ويوفروا لهم هذه الخدمات، هذه أيسر، وكذلك يعطوا فرصة لعدد أكبر من المعاقين أنهم يلتحقوا بالمدرسة أحسن من المدارس الخاصة. ممكن فقط تكفي لعدد معين من التلاميذ أو الأطفال. استخدام الوسائل العلمية والتعليمية المتطورة، هذه كذلك تساعد على التعليم وعلى التكيف. ظهور البرامج الأكاديمية المتخصصة في الكليات والجامعات لتأهيل الكوادر اللازمة للعمل في برامج التربية الخاصة وإعداد المعلمين. هنا كذلك فرصة في الجامعات، كما أرى مثلا هنا الآن أنا أقرأ في التربية الخاصة، هذه كانت غير موجودة، هذه ظهرت تقريبا مع ظهور التربية الخاصة، ظهرت كليات وتهتم خاصة في كلية التربية تهتم بإعداد بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وفي التربية، تعمل مع التربية الخاصة وإعداد معلمين مختصين في هذا المجال. لماذا؟ لأن هنا في التربية الخاصة لازم لهم معلمين مختصين، ليس مثل المعلم العادي، لأنه يعمل على الجانب الأكاديمي، الجانب الاجتماعي، الجانب السلوكي، جانب عدة جوانب، توافق الشخصي الطفل مع ذاته ومع المجتمع. هنا يختلف معلم التربية الخاصة عن المعلم العادي. تطور برامج الوقاية والتدخل المبكر، هنا هذه من أهم تطورات التشخيص المبكر، وهنا الوعي عند الأسرة والوالدين، وعندما رانا تكلمنا عليها حتى في ما بعد الولادة، أنك لازم الأم تكون واعية في السنة الأولى ما هي التغيرات التي طرأت على ابنها، وأن ابنها غير عادي سواء من ناحية الحركة أو من ناحية السمع أو من ناحية البصر، لازم تكون عندها قدرة على الملاحظة وتلاحظ منها تنقذ الحالة في تشخصها، تديها للأخصائيين تشخص في الحالة المبكرة أحسن من الحالة المتأخرة. حتى السمع إذا اكتشفوا مثلا خاصة القوقعة إذا كان فيها خلل يقدروا يزرعوها، خاصة قبل السنة، قبل سنة من عمر الطفل. ظهور وتطور تشريعات القانون التي تكفل حقوق المعاقين، هذه من ناحية القانون. ما الفرق بين التعليم العام والتعليم الخاص؟ في الكتاب تقريبا موجودة عدة فروق، ولكن أنا هنا فقط أهم الفروق ما هي. يتم التعليم العام بصورة عامة لكل الأطفال وبنفس الطريقة. يتم التعليم بطريقة فردية، فرق بين العام والخاص، هذا للمجموعة عامة للأطفال. حتى في إعداد البرامج الوزارة التربية والتعليم هي اللي تعد البرامج لعامة الأطفال، مثلا سنة أولى، كل سنة الأولى في هذه الدولة على مستوى الولايات أو الدوائر أو المدن بنفس البرنامج. أما التربية الخاصة لا، فهي فردية حسب كل طفل، تقريبا كل سنة كل طفل يديروا له برنامجه الخاص ومنهج خاص وعلى حسب الإعاقة وهكذا. يقدم منهجا تعليميا يخاطب الجماعات، هذا في التعليم العام. أما في التربية الخاصة يقدم منهجا يخاطب الأفراد، يقدم منهجا تعليميا مقنن. أنا ذكرنا باللي يجي من وزارة التعليم العالي، تعليم وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي أو مقنن، ما فيش تعديل، لا يستطيع المعلم أو المدير أو أن يعدل فيه أو المفتش، لا لا يستطيع، لازم يطبق مثل ما قلنا. أما في التربية الخاصة يقدم منهج تعليمي تتناسب مع حاجة الطلاب المعاقين. التعليم العام يتبع مداخل مقننة للتعليم كما ذكرنا، أما الخاص يتبع مداخل تكيفية للتعليم، يتكيف حسب التعليم وحسب نوع الإعاقة وحسب درجة الإعاقة وحسب مكان الإعاقة وهكذا. يركز على المحتوى في التعليم العام، أما في التعليم الخاص التربية الخاصة يركز على التلميذ
ليس على المحتوى. يعني أنا ذكرنا بلي أننا نساعده على التكيف، ليس على أنه يشفى من هذا الإعاقة. حاولوا نحدوا منها، أو خاصة أنا قلنا الاضطرابات ممكن نساعده، أما من ناحية الإعاقات الحسية أو الحركية فإنها نساعده على التكيف. ركز على التلميذ وخصائصه ومهاراته. التعليم العام يستخدم الوسائل التعليمية بصورة أقل، ما يستخدموش الوسائل، تقريبا يركزوا على الكتاب والصبر. أما في التربية الخاصة يعتمد أكبر على الوسائل التعليمية الحسية. تكون مشاركة الوالدين في عملية التعليمية بدرجة أقل وبصورة هامشية في التعليم العام. أما في التربية الخاصة تكون مشاركة الوالدين في العملية التعليمية للطفل المعاق لازمة وأساسية. هذا الفرق، هذه أهم الفروق، يوجد فروق تفصيلية. هذا تكلمنا في الفصل الأول عن التربية الخاصة، خصائصها، متطلباتها، السمات، ما هم الأطفال وهكذا. الآن في الفصل الثامن نتكلم التربية الخاصة بين العزل والدمج. هذا في الفصل الثاني. أول حاجة نتكلم على مفهوم الدمج، تعرفوا ما هي أشكال الدمج، أهدافه ومبرراته. سياسة الدمج بين التأييد والمعارضة، أهم العوامل المدعمة لنجاح العملية التعليمية في الدمج، أهم المشاكل والقضايا المرتبطة بعملية الدمج. الخلاصة، قبل أن تنتقل هذا الفصل، هل في سؤال على الفصل السابع؟ قبل أن ننتقل للدمج، هل في سؤال على التربية الخاصة أو أي استفسار أو أي نواصل؟ التربية الخاصة بين العزل والدمج. أولا نتكلم من ناحية الدمج المعاقين في المجتمع المسلم. هنا في المجتمع المسلم هذه تقريبا من جاء القرآن نادى بهذا من نزول الوحي، فنادى بأن الطفل المعاق أو الفرد المعاق فإنه يدمج وله حقوقه مثل الحقوق الإنسان العادي. فقد ولى الرسول صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة عندما خرج لإحدى غزواته. تعلمون ابن أم مكتوم اللي نزلت في حقه سورة عبس، وهو كان أعمى. فالله صلى الله عليه وسلم من حينها، من تقريبا من اللي جاء الفجر الإسلام وللمعاق أو عنده هذا المصاب بالإعاقة فله حقوقه، سواء كان أعرج أعمى، المهم الإسلام ضمن له حقوق. أما الآن حاليا في المجتمعات الحالية وفي العالم تباينت الآراء. هنا نتكلم على الدمج، نتكلمنا من منظور إسلامي، ما في مسلم ليس هناك مشكل، الطفل له حقوقه وهو إنسان وكرمه الله سبحانه وتعالى، إنما هذا كما يقولوا ربي كما يقولوا حتى هو مخلوق من مخلوقات الله وله حقوق مثل الآخرين. أما من ناحية الدمج، هنا نتكلم على الدمج في المدرسة، كيف أن الطفل هل يبقى في المؤسسات اللي تكلمنا عليها قبل أم يدمجوه في المدرسة. هنايا تبينت الآراء حول فكرة الدمج بين المؤيد والمعارض في كثير من الدول الأوروبية ودول شرق آسيا، هنا ماليزيا وهذا إندونيسيا وهذا كوريا الشمالية، الصين، كله هذه دول شرق آسيا. وعملت كثيرا من الدول العربية على تطبيق فكرة الدمج في مستويات مختلفة، لكن تطبيق مفهوم الدمج أخذ تزايد منذ الربع الأخير من القرن العشرين. احنا قلنا من السبعينات إلى هون بدأ فكرة الدمج تزيد هذا اعتمادا على وضوح الفكرة في أذهان أصحاب القرار. فهموا باللي لازم الطفل المعاق أنه يندمج في المجتمع، يدرس مثل العاديين، أنه له نفس الحقوق وهكذا. بدأت فكرة الدمج تظهر من أواخر القرن العشرين عندما بدأ وضوح الفكرة بأذهان أصحاب القرار والوعي التام
بكيفية تطبيقها. كانت غير واضحة كيف يطبق الدمج، ولكن بعد دراسة وبعد أنا بدأت تضح لهم الفكرة كيف يطبقوها الدمج. ومن الدول العربية كذلك التي طبقت فكرة الدمج في مدارسها مصر، أردن، دولة الإمارات، السعودية، هذو من الأوائل اللي طبقوا فكرة الدمج في مدارسها. وتمثل قضية الدمج للأطفال المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة أحد القضايا المهمة والمثيرة لكثير من الجدل في مجال التربية الخاصة حتى اليوم. حتى اليوم راه مازال كاينين رافضين وكاينين موافقين على الدمج. لماذا؟ لأن سببت كذلك كثير من المشاكل مع الأطفال العاديين. عندما دمجوا المعاقين مع العاديين كذلك الأطفال أثروا الأطفال العاديين. لهذا مازال هناك تباين بين الآراء، وكان لي عارض وكان لي أيد إلى حد إلى يومنا هذا. مفهوم الدمج يمثل مصطلح الدمج مفهوما محددا للتعبير عن خدمة مقدمة للأطفال المعاقين. عندما يدمج الطفل المعاق في الصفوف العادي، ما معناها أنهم يقدمون له خدمة للمعاقين داخل البرنامج الدراسي العادي. يدمجوه في وسط المدارس الصفوف العادية، ولكن حتى يقدمون له برنامج داخل هذا العادي، حيث تحل المدرسة العادية المكونة من فصول مشتركة بين الأطفال العاديين والأطفال المعاقين محل المدرسة الخاصة بالمعاقين وحده. نعوض لا يبقوا الأطفال في مدرسة خاصة وحدهم، أخذوا الأطفال من المدرسة الخاصة وأتوا بهم إلى المدارس العادية، واختاروا بعض الفصول، ليس كل الفصول لأن عدد المعاقين ليس بالعدد نفس العدد مع العاديين. مثلا جمعوا حسب السن بتاع الطفل وحسب المستوى، ممكن عدوا 8 سنين، ممكن يديروا في سنة أولى أو يديروا سنة ثانية، رانا تكلمنا عليها المرة الماضية، العمر العقلي. أنا عند بعد تشخيص وهذا هم يقرروا أن يضعوا هذا المعاق أو هذا التلميذ المعاق، يا إما يضعوه في السنة الأولى، يا إما يضعوه في السنة الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة، وهكذا حسب مستواه وحسب قدراته، مثل ما رأنا تكلمنا في قبل. هنا يحطوه في الفصول العادية، يكون مثلا في المدرسة فيها 4 فصول أو 5 أو حسب الأطفال المعاقين الموجودين في هذه المؤسسة. هذه الفصول يسمى فصول خاصة، ولكل فئة منهم على حدة، وقد نجحت بعض الدول في تحقيق هذا الهدف إلى درجة كبيرة. تعدمت جابتهم في الفصول العادية مثل السويد والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية. أما في مجتمعاتنا العربية فما زالت المحاولات التي تبذل لتعميم هذه التجربة والانتقال بها إلى حيز التنفيذ في بدايته. العربية ما زال ما وصلناش لهذه المرحلة. لماذا؟ لأنه بيحقق هذه راه لها تبعيات، لازم تتوفر شروط أخرى. هذه الشروط الأخرى ممكن في الدول العربية لم يستطيعوا أن يوفروها، هنا ممكن في هذه الدول استطاعوا أن يوفروا أو هذه المتطلبات بعد تكلموا عليها. تعريف الدمج، من خلال التعاريف الواردة يعرف الدمج بأنه وسيلة تعليمية تساهم في تعليم الأطفال الذين يعانون من حاجات خاصة عن طريق دمجهم مع العاديين في المدارس العادية. يعانون من حاجات خاصة عن طريق دمجهم مع العاديين في المدارس العادية، والتعامل معهم على طبيعة الحالة التي يعاني منها كل طفل منهم. يعني ندمجهم الصح دائما يبقى تحت كان المعلم العادي والمعلم الخاص الذي يرافق هذه الحالة. ويعد أسلوب الدمج من الوسائل العلاجية، حطينا من الوسائل العلاجية اللي ممكن أنه الطفل يتطور ويتكيف على مستوى الاجتماعي أو مستوى الشخصي أو مع أصدقائه
أنها وسيلة التي تساعد على جعل ذوي الاحتياجات الخاصة يكتسب مهارات تعليمية جديدة تساهم في تطوير إمكاناته ودمجه مع المجتمع المحيط به وفي الحياة بصفة عامة. هذا الدمج له هذا دور، أن الطفل لما يكون وحده فقط معزول مع مثل أمثاله، معاقل مثل أمثاله، فإنه لا يتطور. أما عندما يدمج مع الأطفال العاديين فإنه يرى يدي من خبرات تاعهم، أنه يتعامل معهم، أنه يتطور، حتى التعليم العام يكون متطور على التعليم الخاص. أما الدمج فهو يتقسم إلى 3 أقسام. هناك دمج تربوي كلي، دمج داخل فصول طوال اليوم، الطفل يتعلم مثل ما يتعلم العاديين. ولا الدمج الثاني دمج جزئي، دمج داخل الفصل لفترة معينة فقط. وكاين دمج مكاني واجتماعي، هذا الدمج الثالث، تواجد الفصول العادية والفصول الخاصة في نفس المدرسة، مدرسة فيها فصول عادية وحدها فيها فصول خاصة لحالها. أين يتم الدمج؟ يقتصر فقط على الأنشطة أو خلال وقت الراحة، الأنشطة الرياضية، الفنية، اليدوية، الرحلات، وأوقات الراحة عندما يخرجوا في الاستراحة، هذا فقط يندمجوا فقط، المهم أنهم ما يكونوش معزولين. إذا كان 3، الدمج الكلي، الدمج الجزئي، الدمج يقتصر على الأنشطة والأوقات الراحة. الدمج الكلي له فئات معينة ودرجات معينة من الإعاقة. الدمج الجزئي كذلك له فئات معينة درجة، وخاصة درجة الإعاقة، فئات معينة درجة معينة. كذلك الدمج الاجتماعي والمكاني له درجة معينة ونسبة معينة، مستوى معين، وفئات معينة. ما هي أشكال الدمج؟ أنا كنت تكلمنا عليهم باختصار، الآن برك نزيدوا نتوسعوا فيه. أسلوب الدمج الشامل ما معناه؟ يتم هذا الدمج بوضع الطلاب المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في فصول العاديين طوال الوقت، على أن يلتقي معلم الفصل العادي، يتلقى معلم الفصل العادي المساعدة الأكاديمية اللازمة مع المعلمين أخصائيين استشاريين أو زائرين. يا إما يقعد معاه في الفصل هذا الأخصائي، يوجد معلم عادي، معلم أخصائي، يا إما يكون معاه في الفصل، يا إما يكون زائر أو متنقل. هنا هدف الدمج الشامل، طالب كلية يدمج. من هؤلاء اللي كان طرقهم؟ صح، يفيدون إلى المدارس عدة مرات أسبوعيا، هذو الزائرين، أسبوعيا لمساعدة مدرس الفصل وتمكينه من الوفاء بالاحتياجات التعليمية الخاصة لتلاميذ المعاقين. هنا يساعدوا سواء التيكف الاجتماعي أو المهارات الأكاديمية أو من جانب التحصيل الدراسي أو صعوبات التعلم أو التوحد. المهم الإنسان هذو يا إما أخصائيين يجوا يرافقوا التلميذ أو زائرين أسبوعيا، هذه على حسب نوع الإعاقة. يحبذ الدمج الكلي، لمن يحبذ الدمج الكلي؟ ليس لكل المصابين بالإعاقة، إنما لفئة معينة، لذوي الإعاقات البسيطة، مثلا إنسان عنده إعاقة على مستوى الرجلين، عادي أنه عنده كرسي متحرك، يستطيع أن يكتب، يسمع، يرى، يفهم، هذا تقريبا الإعاقة تاعه بسيطة، هذا ما تأثرش عليه أنه يدمج في التعليم العادي. كذلك ضعف السمع، ضعف السمع أنه يستطيع أن يوضع جهاز في الأذن تاعه يبقى يسمع عادي. البصر كذلك، نظارات تكون عادي. ومتخلفين عقليا بدرجة بسيطة، رانا ذكرنا الذين لهم عنده القدرة على الاكتساب، ليس اللي عنده البطء. البطء يقدر يتعلم بسهولة، إنما ما يكونش من الأوائل.
يتعلم يكون متوسط او اقل من المتوسط. اما اللي عندهم رانا ذكرنا اللي عندهم درجه بسيطه اللي درجتهم من 70 الى 55، هذول اللي عندهم درجه بسيطه هذو نقدرون ندمجوهم وعندهم القدره على التعلم، ولكن دائما بمساعد مختص او مرافق مختص. هذه الفئه فقط التي تستطيع ان تدرس في الدمج الشامل. ما هي عوامل نجاح سياسة الدمج الشامل؟ حتى يستطيع أن ينجح هذا الدمج الشامل، ما هي العوامل اللي تساعد في نجاح هذا الدمج الشامل؟ أول حاجة توفير خطة مناسبة من قبل الوزارة توضح فكرة دمج الأطفال المعاقين مع العاديين. هذه لازم تجي خطة من الوزارة التربية والتعليم للإدارة المدرسة للمعلم الفصل. تكون خطة مرسومة كيف أنهم يتقبلوا هذا المعاقين، كيف يتعاملوا معهم، كيف يتعاملوا مع المعلم الأخصائيين وهكذا. هذه تكون لازم تكون وفق خطة، والهدف منها والاستراتيجيات الخاصة التي تساعد على نجاحه. هذه الخطة لازم تقعد استراتيجيات وهدف خاص يساعد على نجاح هذا الدمج. إعادة القيادة الواعية القادرة على استيعاب تجربة الدمج مما يساعد على إنجاحه. إعداد القيادة الواعية خاصة الإدارة المدرسية والمختص والمعلمين، حتى يستطيع أن يستوعب، أولا يستوعب هذا الدمج حتى يستطيع أن يحقق هذه التجربة في المدرسة ويساعد على إنجاح هذا الدمج مع توفير عدة متطلبات ما تطرقوا لها. وضع مناهج جديدة أو تعديل المناهج الحالية، لازم عند وضع المناهج هذه وخاصة إذا جت من الوزراء لازم يديروا بعين، يحطوا بعين الاعتبار أن هناك فئة تحتاج إلى مناهج جديدة، ليس المنهاج الذي يدرس به العادي، أو تعديل بسيط يحاول المعلم كيف يوصل المعلومة للطفل المعاق في القسم بدون هو يعدل، هو عنده القدرة على أنه حاول أنه يوصل بين العادي والمعاق. هذه بالعاقة إذا كان مثلا عنده سمع ضعيف يحاول يرفع صوته، عنده مثلا الطفل عنده البصر ضعيف، هذا راني قلنا في الدمج الشامل، ما زلنا في الدمج الشامل، يديروا من الصفوف الأولى يحاول يكتب في السبورة كتابة كبيرة شوية واضحة حتى يستطيع الطفل أن يقرأ الكتاب، ما يكونش ليس مثل الكتب على الأطفال العاديين، يصمم بطريقة أنه يستطيع أن يقرأ بسهولة وأريحية وهكذا. رانا قلنا كذلك الدمج الشامل بالنسبة للحركة، مثلا الطفل عنده إعاقة حركية أن الجانب الفيزيائي للمدرسة أنه فيها درج أو فيها لازم تمهد له بطريقة أنه تسهل وتعاود يبنوه بطريقة أنه يستطيع الدخول للمدرسة والخروج للقسم والفصل وهكذا. أو إذا كان مثلا مدرسة فيها طوابق لازم تتوفر المصاعد، لازم يتكيف حتى يستطيع إنجاح هذا الدمج. إعداد المدرس المتخصص، المدرب الذي يستطيع أن يتعامل مع الأطفال المعاقين والأطفال العاديين داخل نفس الفصل الدراسي. هذه تقريبا هي كما نقولوا الأسهل عندما يكون واحد عادي وواحد متخصص، لأنه صعب أنه في نفس الوقت، ولكنهم كما نقولوا يسعوا إلى تحقيق هذا. المدرس المتخصص المدرب يجمع بين هذا وهذا، أنه يقدر يوصل لهذا ويقدر يوصل لهذا. الاهتمام بخفض عدد الطلاب داخل المدارس التي تتم بها تجربة الدمج، مثلا الفصول اللي فيها الدمج ما يكونش العدد التلاميذ عدد كبير، يكون عدد قليل، بيحاول ما يستطيع المعلم يحقق الأهداف ويوفق بين العاديين وذوي الإصابات الإعاقات. إعداد الأخصائيين النفسانيين والاجتماعيين القادرين على التعامل مع فئة المعاقين داخل المدرسة. هذا نقول عادي دائما لازم يكونوا أخصائيين نفسيا نفسانيين واجتماعيين،
أنها القدرة على التواصل، التقبل، لأنه لماذا؟ لأن هذا الطفل معقد، طفل بداية ما يتقبلش الطفل العادي بسهولة، لأنه ليس متعود. حتى الطفل العادي لا يتقبل الطفل المعاق، ممكن يسخروا منه، ممكن يتنمروا عليه. هذه لازم تحط بعين الاعتبار. هنا دور أخصائيين نفسيين، دور أخصائيين اجتماعيين، لازم يحاولوا يألفوا بين الأطفال، يحاولوا أنهم يساعدوا بعضهم، أنهم يحسوهم جزء منهم، أنهم لهم حقوق، لا يسخروا منهم ولا يتنمرون عليهم ولا يهمشونهم. كذلك من أشكال الدمج، الدمج الجزئي. هنا في الدمج الشامل لا بد أن تكون هناك غرفة المصادرة. ما معنى غرفة مصادرة؟ هي تقريب قسم توفر فيه كل هذه الأدوات اللي راه موجودة هنايا. أن الطفل إذا كان يحتاج استشارة نفسية أو تكيف اجتماعي أو عنده نقص في بعض القدرات، يلحقوه بهذه الغرفة. الغرفة هذه هي اللي تساعده على أنه يحقق المهارات أو الأهداف التعليمية المسطرة له، بالرغم أنه مع في الدمج الشامل، ولكن يبقى دائما يحتاج أنه يساعده نفسيا اجتماعيا. غرفة المصادرة تقدم خدمات تربوية أكاديمية وطبية كذلك، ونفسية واجتماعية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة للمدارس التي بها الدمج. كل مدرسة بها الدمج لابد أن يوفروا هذه الغرف المصادر. لهذا قلت أن في الدول العربية ليس بسهولة أنها المدرسة حكومية توفر هذه الأشياء. لهذا ما زال الدمج زي الحديث في البداية في الدول العربية. الآن تكلموا على الدمج الجزئي. أسلوب الدمج الجزئي يتم تطبيق هذا الأسلوب من خلال الصفوف الخاصة بالمدرسة العادية، وذلك بوضع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع العاديين لفترة معينة. جزئي مثلا الأطفال لم يقرأوا يوم كامل، لا، الجزئي مثلا الفترة الصباحية أو ساعات فقط معينة من اليوم، سواء في المساء أو في الصباح، حسب المادة يدمجوه، حسب مواد معينة. أما باقي المواد لا، يدرسها في غرفة المصادرة، بحيث ينفصلنا بعد هذه الفترة عنهم في فصل مستقل أو عدة فصول خاصة لتلقي المساعدة التعليمية المتخصصة لإشباع حاجاتهم الأكاديمية الخاصة على يد معلمين أخصائيين. يعني يدمجوه فقط لفترة معينة على حسب مواد معينة، ولكن يبقى دائما مع المختصين ومع البرامج الخاصة بهؤلاء الفئة. يبقى دمج جزئي ليس، سواء في مواد معينة فقط يدمجهم أو في موضوعات محددة، وذلك عن طريق التعليم الفردي أو داخل غرفة المصادرة الموجودة داخل المدرسة ذاتها. أنا لا بد من توفير غرفة مصادرة في المدرسة حتى يستطيع أن يتسنى لهذه الفئة أنها تستطيع أن تكمل النقص الذي لم تجده في الفصول العادي. مثلا الفصل العادي يعطي مثلا معارف، ولكن الطفل الغير عادي المعاق أنه يحتاج في الجانب النفسي، إلى الجانب مثلا صعوبة تعلم، الجانب الأكاديمي كيف يقرأ كيف يكتب وهكذا، اضطرابات التوحد اللي عندهم، اضطرابات مثلا العدوانية، وهذه الأشياء يحتاجوا إلى هذه غرفة المصادرة الذي يوجد بها أخصائيين، يدمجوهم في مواد معينة ولكن يرجعوا من غرفة المصادرة لتعليمهم وفق برامجهم الخاص. هذا الأسلوب. أما الشكل الثالث فهو الدمج المكاني والاجتماعي. الدمج المكاني والاجتماعي هو أسلوب حيث يتم تجميع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المتماثلة من حيث نوع الإعاقة. مثلا هذو عندهم إعاقة سمعية، هذا لديهم إعاقة بصرية، هذا عندهم عنده علاقة حركة، يجمعهم يديرهم في فصول دراسية خاصة بكل فئة، ولكن داخل المدرسة، داخل المدرسة ما يدرسوش مع العاديين.
انا في الدراسه اللي يدرس مع العاديين هو الشامل هو الجزء، اما هذه الفئه لا، لا تدرس مع العاديين، عندهم مدارسهم الخاصه، ولكن في المدارس العاديه اين يجتمعون؟ بحيث يدرسون فيها وفقا لمناهج دراسيه خاصه تتناسب مع احتياجاتهم طوال الوقت، طوال الوقت في فصولهم الخاصه، وتعتمد مشاركتهم مع العاديين فقط متى الاحتكاك والتفاعل خلال اوقات الراحه مثل ما ذكرنا، وفي الانشطه الاجتماعيه لازم يشاركوا في الحفلات، في المسابقات، وكذلك في الأنشطة الرياضية والفنية وغيرها من أوجه النشاط المدرسي. المهم هنا عندهم جزء من الاحتكاك بالمجتمع، ما يكونوش معزولين كما كانوا من قبل، أنهم عندهم بأقرانهم في الأنشطة، ولكن أنها لماذا؟ لأن هذو تاع الجزئي عندهم الإعاقة متوسط، وهذو عندهم الإعاقة شديدة تقريبا، صعب أنهم يدمجوهم مع العاديين، لازم لهم احتياجاتهم وبرامجهم الخاصة. ما هي أهداف الدمج؟ هناك أهداف نفسية، أهداف اجتماعية، أهداف تربوية، توفير التكلفة الاقتصادية. الأهداف النفسية بالنسبة للطفل، لماذا كما نقول فكروا في الدمج وقالوا لابد أننا ندمج هذه الفئة مع العاديين؟ لأهداف نفسية بالنسبة للطفل، وكذلك تخدم الطفل من الناحية الاجتماعية وكذلك من الناحية التربوية، وتوفير التكلفة الاقتصادية. من الناحية النفسية، إزالة الوصمة المرتبطة بالأطفال المعاقين، دائما المجتمع ينظرهم نظرة قصور وتدني و مشوهين وانهم غير عاديين، لا، هذه الدمج نحلهم هذه الوصمه اللي وصمه اللي يربطها بهم المجتمع. تخفيف الاثار السلبيه الاجتماعيه والنفسيه لديهم ولدى ذويهم، حتى ذويهم يتاذوا من نظره المجتمع للابناء تاعهم. زياده الدمج ماذا يهدف في الناحيه النفسيه؟ زياده احساس الطفل بانه يلتحق بالمدرسه العاديه كاي طفل اخر. هذه تزيد له في ثقة النفس وتزيد له في تقدير الذات، مما يترك آثار نفسية أكثر إيجابية ويؤدي إلى تحسين موقف الفرد من نفسه وتزداد تقديره لذاته، حتى القدرات تاعه والإنجازات تاعه تزيد، كل ما زاد تقدير الذات كل ما زاد الإنجاز، كل ما زاد التحسين، أو الطفل يرسم صورة ذهنية إيجابية على نفسه فإنه تزداد نسبة الإنجاز عنده. أما من الناحية الاجتماعية، زيادة فرصة التفاعل الاجتماعي بين الأطفال العاديين والأطفال المعاقين، سواء في غرفة الصف أو في مرافق المدرسة كما قلنا شامل أو جزئي أو فقط في الأنشطة، بكل ما تتضمنه من أنشطة، مما يعمل على زيادة تقبل الأطفال المعاقين والأطفال العاديين لبعضهم البعض، تعديل الاتجاهات نحو فئة التربية الخاصة، خاصة تلك الاتجاهات المتعلقة بالرفض، هنا رفض أو عدم التقبل أو عدم الرغبة في التعاون إلى اتجاهات أكثر إيجابية. الدمج يحقق هذا الشيء. كذلك من أهداف الدمج هناك أهداف تربوية، توفير الفرصة التربوية المناسبة للتعلم، حيث تعلم برامج الدمج تعمل برامج الدمج على زيادة فرص التفاعل الصفي بين الطلبة العاديين والطلبة المعاقين من خلال الأنشطة الصفية والأساليب التدريس المختلفة والتقويم، تساعد على التفاعل الصفي، توفير الفرص التربوية والتعليمية المنظمة لأكبر عدد ممكن من فئات التربية الخاصة. لماذا؟ لأن قلنا كثير من الدول لا تستطيع أن تنشئ أو تبني مدارس خاصة بسبب التكلفة، تحتاج التجهيزات، تحتاج الأرض يبنوا فيها، تحتاج العمال وهكذا، هذه تسهل توفر فرص أكثر للمعاقين، أحسن من أنه مثلا يوجد مثلا مؤسسة أو اثنين في المدينة، وكثير من الأطفال المعاقين لا تتاح لهم الفرصة أن يدخلوا هذه المؤسسة ويدرسوا. أما من ناحية توفير التكلفة الإقتصادية اللازمة لفتح مراكز ومؤسسات تربوية خاصة، هذه تهدف لهذه، إذ يتطلب فتح مراكز ومؤسسات التربية الخاصة
تكلفة اقتصادية عالية تتضمن البناء المدرسي وتوفير العاملين من أخصائيين ومعلمين وتجهيزات مدرسية خاصة ومواصلات. هذه تهدف تحقيقها، ولكن ما تتحققش تقريبا في الدول أو في المدن. لهذا من ناحية التربوية أن ما يدمجهم تتوفر أكبر عدد من المعاقين، تتاح له الفرصة أنه يتعلم. ما هي مبررات الدمج؟ المبررات اللي أدت أو الأسباب التي دفعت الأخصائيين أو العلماء إلى دمج الأطفال: التغيير الواضح في الاتجاه الاجتماعي نحو الأطفال المعاقين من السلبية إلى الإيجابية، كانوا النظرة سلبية إلى لابد أن ننظر لهم نظرة إيجابية. بعد أن كانت الاتجاهات السلبية والمتمثلة في العزل والشعور بالذنب والقلق والخجل هي السائدة، تغيرت لازم تتغير هذه النظرة بالدمج، تغيرت، ظهرت اتجاهات إيجابية وأصبحت هي السائدة في الوقت الحاضر. ظهور القوانين والتشريعات التي تنص صراحة على حق الطفل المعاق في تلقي الرعاية الصحية والتربوية الاجتماعية أسوة بزملائه من الأطفال العاديين. تزايد عدد الأطفال المعاقين في بعض المجتمعات وخاصة الدول النامية، وقلت عدد مراكز والمؤسسات التربية الخاصة التي تتكلم عليها، مما يعني أن الدمج بأشكاله المختلفة يمكن أن يصبح أحد الحلول لهؤلاء الأطفال المعاقين للحصول على نصيب عادل من التعليم المنتظم. ما هي سمات الدمج هناك بين التأييد والمعارضة؟ هناك من يؤيد سياسة الدمج وهناك من يعارض. المؤيدون أنه يتماشى مع حقوق الإنسانية، من حق الإنسان أنه يعيش ويتعلم ويعيش حياة عادية كريمة، ويحقق القيم الأخلاقية التي تؤكد على ضرورة توفير الفرص التعليمية المتساوية أمام الجميع. يؤكد مبدأ التعليم الجميع تعليم للجميع على حق جميع الأطفال في تعليم يتناسب واحتياجاتهم الفردية بغض النظر عن درجة إعاقتهم واحتياجاتهم الخاصة. الرعاية العادلة للمعاقين يترتب عليها وجود انعكاسات سلبية، هذه اللي راهم مؤيدين الدمج. العزل يترتب عليها وجود انعكاسات سلبية على الطفل ذاته وكذلك على أسرته والمحيطين به، وتؤثر على توافقه الاجتماعي وتحول دون اكتسابه المهارات الاجتماعية اللازمة للتفاعل السوي مع الآخرين. لهذا يؤيد الدمج. أما الذين يتحفظون وتقريبا يعارضون فكرة الدمج، أن يكون أولا لازم يكون، ماذا يقولون هذو اللي عارضوا هذه الفكرة أو بتحفظ الدمج، ولكن بتحفظ أن يكون ملائما للظروف التعليمية والاجتماعية والثقافية للمجتمع. لابد أنه الدمج يمشي مع ثقافة المجتمع والظروف التعليمية التعاون الاجتماعية حتى يستطيع. هل المدارس متوفرة فيها؟ هل الأقسام فيها العدد قليل؟ لماذا؟ لأن الدمج يحتاج إلى شروط، لأن كثير من الدول في حاجة إلى معلومات كثيرة تتعلق بأمور متعددة عن تطبيق الدمج في أنظمتها التعليمية، أصلا ما عندهمش فكرة على كيفية التطبيق. هذيك ما ظهر في السبعينات أنهم حتى العلماء كانوا محتارين كيف انهم يتعاملوا مع الفئه والله كيف يدمجوها، ما هي الطريقه، ما هي الكيفيه. ولكن الدول الناميه الى يومنا هذا ليست لديهم الفكره. تهيئه المناخ اللازم والمناسب لتقبل الاطفال العاديين الاطفال المعاقين، هذه لابد لانها كثير من الاحيان ما يتقبلوش يدرسوا معه. ينصح ان يتم الدمج في سن مبكر من الروضه، واشراك الاباء باتخاذ قرارات رئيسيه لوضع ابنائه. يوجد دور كبير يمكن أن يقوم به الجامعات التخصصات المعنية كما ذكرنا، كذلك كلية الطب والتربية والخدمة الاجتماعية، يمكنهم أن يشاركوا بصورة منتظمة في الإشراف على مدارس الدمج. هنا ممكن بهذه التحفظات ممكن أننا نستطيع أن ندمج أو أن نحقق، وإن كان مازال إلى حاليا مازال ما كثير من البلدان ما تحققش. ما هي أهم العوامل المدعمة لنجاح عملية الدمج؟ كاين هناك عوامل. أن تقوم عملية الدمج على أساس قانوني، أولا راسخ لازم يكون مقنن،
قائمة على مبدأ أن هذه الخدمات تمثل حقوق المعاقين وليس مجرد شفقة أو منحة نجد بهم عليه، أنها من حق، ليست تحديد فئة الأطفال التي يمكنها الاستفادة من البرنامج الدمج والفئات التي لا يمكنها الاستفادة من تلك البرامج. ما رانا حددنا الكل، ماذا ما هي الفئة الجزئية، ما هي الفئة المكان الاجتماعي، ما هي الفئة، توفير التسهيلات البنائية، لازم يكون البناء يمهد أو يبنى وفقا حسب الإعاقة، توفير تسهيلات إنشائية لازمة لإنجاح فكرة الدمج. الطفل لازم تتوفر له ظروف معينة حتى يستطيع أن يدمجه، كما قلنا الإعاقة الحركية أو الموائد، أو المهم من الناحية الفيزيائية البنائية، وخاصة الطلبة المعاقين حركيا داخل المدرسة العادية، مع ضرورة توفير غرف المصادر والأدوات اللازمة لها، إعداد الإدارة المدرسية والآباء والأمهات لتقبل فكرة الدمج، وضع معايير ذاتية وجماعية للتقييم، لا بد التقييم بعد كل فترة لفترة التقييم، حتى تتم عملية التقييم بشكل مستمر من أجل إثراء عملية الدمج وتصحيح مساره لتكون في المسار الصحيح. ما هي أهم المشاكل المرتبطة بعملية الدمج؟ أن يكون الدمج ملائما للظروف التعليمية والاجتماعية والثقافية، أن لا. لأن قلنا كثير من الدول بحاجة إلى معلومات، أطفال معاقين بحاجة قبل أن يتم دمجهم في المدرسة العادية إلى فترة إعداد، لازم تأهيل وإعداد وتشخيص حتى نستطيع أن ندمجهم مع أقرانهم وندمجهم حسب مستواهم وقدراتهم. إذا كان العمر العقلي مثلا أو مستوى في السنة الأولى، ولو كان يعد عنده 10 سنوات أو 8 سنوات، مستوى العقلي بتاع سنة أولى لازم يندخله سنة أولى، وهكذا. الأطفال المعاقين قد يتخذون من أطفال عاديين معيار الطفل. هذه من المشاكل اللي تواجه الدمج، أن الطفل المعاق عندما يوضعوه مع الطفل العادي يبدأ ينظر إلى الطفل العادي كمعيار، أنه يقيس نفسه مع هذا الطفل، معيار يقاس سرعتهم في الإنجاز، يبدأ يقارن مع نفسه ويقارن روحه بالأطفال العاديين وقدرتهم على التفاعل الاجتماعي وتحديد مستواه. لماذا؟ لأن التفاعل الاجتماعي لدى العاديين يكون سريعا طبعا بطبيعة الحال، والأطفال المعاقين قد يشعرون بالفشل والإحباط. هذه من المشاكل التي تتسبب في الدمج، مما يدفعهم إلى حصر مجالهم الاجتماعي على أقرانهم المعاقين، يبقى محصور رغم على المعاقين ويرجع لا يستطيع أن يتكيف مع العاديين، يصير له الإحباط والفشل، فهو ينطوي وينعزل ويبقى فقط مع أقرانه. إن المناسبة اليومية للأطفال المعاقين مع العاديين يمكن أن تشكل مجهودا عظيما وضغطا نفسيا كبيرا على الطفل المعاق. ما عندما نديره مع العادي يصبح الطفل المعاق يبذل في جهد كبير حتى يحقق ما يحققه العادي، وبالتالي يسبب له إرهاق وجهد وإرهاق نفسي وجهد، وهكذا. هذه من المشاكل. أم الخلاصة، يتضمن هذا الوقت، يتضح مما سبق كل ما ذكرنا عليه من مشاكل وخصائص وكل، يتضح مثلا أن دمج الأطفال المعاقين في المجتمع بصفة عامة وفي التعليم بصفة خاصة أصبح أمرا ضروريا لاعتبارات كثيرة، منها ما يتعلق بالمعاقين أنفسهم، ما أنا قلنا ندمجوهم تزيد في تقديرهم الذاتي وفي الإنجاز من أنفسهم، وضرورة معاملتهم معاملة إنسانية تقتضي ضرورة دمجهم في الحياة العادية وعدم عزلهم عنه، لازم أنهم يعيشوا مثلهم مثل العاديين. ومنها ما يتعلق بالمجتمعات نفسها ومدى قدرتها على إعداد مؤسسات ومدارس خاصة تستوعب جميع المعاقين الموجودين فيه. ليست كل المجتمعات تستطيع أن تنشئ مدارس خاصة لهذا الدمج، يسهل على المجتمعات أنهم الطفل يدمجه مع العادي ونقدروا ندمجه عدد أكبر مع العاديين ونحققوا للطفل المعاق هذا المستوى.
أو هذه العشاء الكريمة من التعلم. باختصار المتطلبات، ما هي متطلبات؟ أولا من المتطلبات الدمج، قلنا برنامج غرفة المصادرة لا نتكلم عن، يعني هذه الغرفة لازم توفر في المدرسة التي تحتوي على المدرسة على الصفوف الخاصة، هي غرفة معدة بتجهيزات ومعدات ووسائل يحتاجها بعض الأطفال وفقا لدرجة الإعاقة، ويتردد الأطفال المعاق على هذه الغرفة ليتلقى خدمة خاصة بشكل فردي وفقا لجدول ونظام ثابت. في البداية نديروا له وثيقة ونديروا له جدول، بعد التشخيص يكون عنده برنامج فردي وأهداف وهكذا. في هذه الغرفة تتم هذه العملية، ودائما مع التقييم مع تطور البرنامج وتطور الأهداف وتطور على يد من تكون في هذه الغرفة، على يد أخصائي التربية الخاصة الذي يتميز بقدرته على استخدام طرق وأساليب لا يستطيع المدرس العادي. ويتلقى الطفل المعاق الخدمة الخاصة في مادة معينة أو مشكلة معينة أو خبرة معينة، ثم يعود للدراسة في الفصول الخاصة من خلال تنظيم فصول خاصة. دائما نقول الفصول الخاصة معناها فصول عادية فيها بعض الأطفال المعاقين، هنا يقرأ مع، أنا قلنا الكل الجزئي المكاني، يقرأ مع الفصول العادية ولكن دائما يرجع إلى غرفة المصادرة لمساعدتي في مادة معينة، مثل الرياضيات أو اللغة أو الكلام أو التخاطب أو مشكلة معينة اضطرابية أو خبرة معينة يحتاج أنه مهارة معينة من ناحية التكيف أو التواصل. أو هذه غرفة المصادرة، هذه من متطلبات الدمج في المدارس. كذلك من متطلبات الدمج برنامج المعلم المرشد. هذا المعلم المرشد وهو المعلم الخبير الذي يتلقى التدريب الكافي بحيث يمكن اللجوء إليه لتوفير النصيحة والإرشاد المتخصص. هذا يتكون في التربية الخاصة أو في كلية التربية الخاصة. متابعة أحوال الطلاب ومشاكلهم ومعالجتها ودراسة الحالات التي تستدعي ذلك وفق النموذج الخاص لدراسة الحالة. هنا الطفل يبقى، لماذا نشخصه وندير له برنامج خاص؟ يبقى هو دراسة حالة. حالة هذه ندرسها، ما هي الاحتياجات أو ما هي المتطلبات، ما هي الأهداف، ما هي البرامج التي نخطها أو نحقها معها هذا الطفل. فتح ملف خاص دائما انا بالحالات التي تستدعي استمرار المتابعه، مثلا هذا الطفل يحتاج المتابعه لازم له ملف، هذه الفتره ما هي الاهداف التي حققها، الفتره الثانيه دائما مستمر عنده ملف تتابعه، واطلاع الاولياء الامور على مسيره ابنائهم وتوعيتهم باهميه دور الاسره في الرفع من مستوى الطالب التعليمي والتكيف مع الاعاقه. لماذا؟ لان قلنا دور الاباء والاسره مهم جدا، وتنفيذ كل ما يريد من تعليمات خاصة بمجالس الآباء والمعلمين. لازم الآباء يكون عندهم على علم بالخطة التي أو التعليمات التي تعاون مع المجلس ومع المعلمين في هذه الخطة وينفذها في البيت معه، ويهتموا بابنهم المعاق وفق هذه الخطة. أما المتطلبات، من المتطلبات المعلم المتجول وهو معلم مدرب تربوي ينتقل بين عدة مدارس ليقدم تعليما متخصصا للأطفال المعاقين لو يحتاجون للمساعدة بسبب ظروفهم التربوية الخاصة وما يوجد لديهم من جوانب نقص أو قصور تحد من قدرتهم على التعلم بالأساليب العادية، أسوة بأقرانه من الطلاب العاديين. هذا المتنقل ممكن كما أنا قلنا كان لأطفال ليس لهم قدرة حتى أنه يخرج من المنزل، أو من كان لي مسكين موجود في المستشفى هذا، أو أن مثلا في المدرسة يحتاج إلى، يوجد بها عدد قليل من المعاقين، يكون متجول أسبوعيا ويساعد المعلم العادي. وعلى الرغم مما يبدو لتجربة الدمج بين الأطفال المعاقين والأطفال العاديين من بعض أوجه السلبيات أو عوامل الفشل، إلا أنها تعتبر خطوة رائدة وجريئة لتطبيق أهم النظم الحديثة في مجال رعاية المعاقين.
رغم أن هذه تأثر على فيها سلبيات، أي تقريبا هي عندها سلاح ذو حدين، فيها الإيجابيات وفيها السلبيات، ولكن تبقى دائما خطوة رائدة وجريئة لتطبيق أهم النظم الحديثة في مجال رعاية المعاقين. هذه آخر نقطة، هل فيه من أسئلة؟ إذا يوجد أسئلة. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على الاستماع وعلى الحضور. إذا فيه أي سؤال، أي أمر غير واضح، أي مساعدات للتوضيح في المنتدى، أنني نزلت في المنتدى مقالات، فيديوهات، هذه الشرائح تاع اللقاءات، ولكن دائما عندما أدخل لم أجد مشاركة. أيوة اطلعت عليها يعني. طلعت أيوة الحمد لله. ولو عندنا شيء نرسلك في المناقشة وتردين، نعم لو عندنا استفسار نرسلك في المناقشة، نعم صح؟ في المناقشة، نعم في المناقشة، أيوة أي استفسار، أي سؤال، أي في المناقشة إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وربي يوفقكم إن شاء الله وييسر أمركم، ورمضان كريم، وعيدكم مبارك مسبقا. هيا جزاكم الله خيرا. هيا صح، السلام عليكم.